الليمفيديما الليمفيديما هي سبكوتينيوس ليمفاتيك اوبستراكشن. الليمفيديما داء الفيل يا اولاد، بس مش شرط نقول كلمه داء الفيل. الليمفيديما كهرباء. يلا هو يعني ايه ليمف؟ والله يا فندم في حاجه اسمها الارتيريال سبلاي، ان اي حاجه بديها دم، الدم ده لو 100% بيرجع لي 99 فين 1% بيرجع ايه؟ ليمف. طيب افرض ان الليمف ده اتسد، يبقى ال 99 نزلوا، ال 100 نزلوا، 99 رجعوا، بس واحد ايه؟ ما رجعش. كل سايكل كل سايكل كانت النتيجه ايه في الاخر؟ ان ال 1% اللي سد الليمف ده عمل إديمة، صح؟ ومن هنا طلعت كلمه ليمف إديمة. طب ايه اللي يسدوه؟ لا اصبر بقى، تعالى ناخد ايتيولوجي. قال لك الايتيولوجي ممكن يكون برايمري. برايمري دوت ممكن يكون كونجينيتال. كونجينيتال ابليزيا. يعني ايه ابليزيا؟ يعني ما عندوش ليمف. طب ما كان عنده اتسد. هايبوبليزيا. يبقى جزء منه مش موجود، يعني كانه مسدود. المعنى واحد. اثنين، لو كان بيرانز ان فاميليز اسمها ميلروي. ميلروي ديزيز لو بيمشي في العيله. ثلاثة، وركزوا عشان هسألك سؤال بعد شوية. حضرتك في الانفيديما كونجينيتا ودي سينس بيرس، والانفيديما طاردة ودي مع الأدلت، والانفيديما بريكوكس ودي مع البيبرتي. متفقين؟ يلا يا اخوانا. إذا الانفيديما حسب البرزنتيشن حتى لو كونجينيتا، وأنا اتفقت معاكم كتير قوي ان ممكن حاجه كونجينيتال بس ما تبقاش ديتنج سينس بيرس. طلعت كونجينيتا مع سينس بيرس، طلعت ادلت طارده، طلعت بيوبرتي بريكوكس. طب اكوايرد، قال لك السكندري بقى. ايه السكندري؟ قال لك الليمف اتشال. طب اتشال ازاي؟ قال لك جايز تروما، جايز بيرن حرق قطع الليمف، جايز اكسسيف removal of lymphatics اثناء radical operation. عارفين يعني ايه الجمله دي؟ يعني زمان لما كنا بنعمل عمليه radical mastectomy، طب ما كان بيحصل انفيديما في دراع الست، ولما نيجي نعمل لما نيجي نشيل الليمفاتكس بتاعت الجراين inguinal region، طب ما هو برضو كان ممكن يحصل الانفيديما للرجل. فبالتالي ده معنى الكلمه دي. قال لك الناس البيرفوتد اللي بتمشي حافيه، طبعا مفيش حد بيمشي حافي، حتى الشحات اللي في الشارع مش هيمشي حافي، لكن هو يقصد ان بديهي لو ناس شغاله في اراضي ولا كلام كده زراعه يعني ولا بتاع بيبقى واقف حافي يعني. فقال لك القدم دي وارد جدا يجي لها انفكشن وبالتالي تقفل لك الليمفاتكس. اذا انا معايا اسباب برايمري وسكندري، اشهر سبب للسكندري هو الفيلاريا. والحفله كلها هتتم على الفيلاريا، والموضوع كله يتقلب فيلاريا دلوقتي. عوده الفيلاريا. والفيلاريا موجوده؟ موجوده. طب الفيلاريا موجوده فين وايه الاماكن الانديميك عشان ناخد بالنا؟ الشرقيه. وعايز اقول لكم يعني نظره لاني من الشرقيه فبدات اكستريملي رير، يعني ما بنشوفش يعني. الجيزه بقى، الجيزه خط الجيزه كله بقى، يعني الجيزه البدرشين الحوامديه العياط، ده الخط بتاع بني سويف ده. نعم. وفيصل يا فندم. بس انا ما بقتش فيصل دلوقتي، انا في الشيخ زايد. خد بالك الشيخ زايد هي جيزه برضه. معاك لحد الواحات جيزه. 6 اكتوبر بتصنف جيزه. الفيوم بتصنف جيزه. وعلى فكره ده بجد، الفيوم جيزه. افهموا دي. الفيوم جيزه. في توزيعها الجغرافي فهي جيزه، بني سويف جيزه، الواحات جيزه. لا يا فندم. ولاد في حاجه اسمها الجيزه والجيزه الكبرى، ده جيزه كبرى، بكره هقول لك هتعرفها ازاي. القاهره اليوب، مش عارفين اليوب؟ دي القاهره. القاهره الكبرى. اقول لسيادتك لما بنروح تقدم على تنسيق نياباتك وتقول لهم انا عايز مثلا عظام جيزه، ممكن جدا حسب مجموع تلاقي جالك عظام بني سويف، لان ده التوزيع الجغرافي بتاع التعيينات. فما زالت بني سويف جيزه. وعايز اقول لحضرتك ده فصلوها مره وجم بعد الثوره رجعت، حصل حاجه كده، حتى حلوان خلوها محافظه مره ورجعوها تاني.
فاكرين حدث كده يعني؟ فكان زمان بني سويف دي فصلوها، فلما فصلوها حصل حاجة عجيبة قوي. بص القرارات الهوجاء، الناس هبل. أول ما فصلوا بني سويف كل واحد كان ليه تعيين جيزة طالب بأنه يسيب بني سويف ويغادرها فورا، وأعيدوا توزيعي مرة أخرى جيزة، لأن أنا راجل من الجيزة، أنا جيزة، فأعيدوا توزيعي. واللي كان في حلوان على أنها مش عارف قاهرة، لا ارجع من حلوان اتوزع قاهرة وهكذا. فمع الأسف مع الأسف ليه بقول كده؟ لأن الولاد فعلا لما بتقدم نيابات ممكن جدا تلاقي نفسها رايحة بني سويف. ها وخد بالك هنا من حقك في أي سنة إنك تنقل نفسك من بني سويف تيجي في الجيزة بتاعتك، بس بالتبادل، حد عايز يجي هنا وانت تروح مكانه بالتبادل، بس انتهت الكلام. لكن بتصنف جيزة. انا بس بقولها لكم عشان تعرفوا ان ده توزيع جغرافي. لا قول العنوان بطاقتك الحالي. خد بالك عنوان بطاقتك الحالي. وعايز اقول حاجة، الولاد بمسخرة لكن البنات بتختلف. ليه بقى بتختلف؟ لا من حقك تخرجي بره، بس البنات ونس لو متجوزة بتيجي عند بيت جوزها على طول، يعني ده قانون. فعشان كده البنات تحاول تصرف نفسها حبيبي. من فضلك ما بهزرش. غل والله يا بنتي. بتقولي طب انا اعمل ايه؟ الله احضري افراح كتير، ده انت غريبه قوي، هي محتاجه ذكاء. ما تحاولي كده. طب يا بنتي تلحلحي، دي حاجه غلب، دي حاجه. وتقول لك ما انا ما فيش بتاع، ما انت ما تشوف البروفايل اسمه ايه بتاعك يخد اساسا. الله من فضلكم كده يعني كده اهو. عمينا ارتبط بواحدة كده عزباء مدى الحياة. طب انت حرة، حرقي بقى من نفسك. الله. فدايما البنات بتيجي تبع التوزيع الجغرافي لجوزها. فعشان كده كنا كتير قوي يعني كنت تلاقي البنت مثلا يعني تعملها حاجة ودي كده يعني، وبعد كده ايه يتطلقوا تاني. انت فاهم ولا لا؟ موضوع كبير يا ريس. لكن انتوا الولاد ابدا. تبقى من الفيوم ياخدك الواحات. الكابتن منين واحات؟ لا لازم تطلع الفيوم. والله يا ابني مسخره التوزيع ده. الايه؟ المواصله ولا الوسطات؟ الوسطات، الوسطه. اي حاجه الوسطه. طيب بسم الله. حضرتك معانا الفيلاريا. والفيلاريا زي ما انتوا قلتوا شرقيه، وربنا يجازيكوا على خير على هذه المعلومات القيمه. الجيزه الكبرى، رشيد ودمياط، اخواننا اللي من المنصوره. منصورة ماما، منصورة انديميك اريا. انا هكذب. المنصورة انديميك اريا فور فيلاريا. يا اولاد اولا انتوا ما تزعلوش، انتوا تزعلوا من ايه؟ انا مراتي من المنصورة على فكرة. مراتي من ما فيش عندهم يا حبيبتي حاجات مني. انا بس بقول ايه عشان لو حبت مثلا ايه، اصل انتوا عارفين دكاترة مع بعض شرقية ولا منصورة. فاهم ولا لا؟ يبقى احنا اهو الاثنين اهو قديم. لا بس شرقية جامدة شوية يا ست، ما بلاش بقى. شفتوا من المنصوره؟ عارفه دي كيرنس جنبها فيلم في ديما، ايه رايك؟ نعم يا فندم. انت من دي كيرنس؟ اجدع ناس يا ريس. هو احنا ننسى ان دي كيرنس كسب الزمالك مره؟ حد ينساها دي؟ صح ولا لا؟ اهو ده انا بدخل عليكم كاتبينها على قد كده. طيب اوكي نعود بقى، نعود. خلاص يا شباب انا والله بريح بس شويه. تعالوا الانفيديما ايا كان الانديميك اريا، الانفيديما للفيلاريا. الفيلاريا بتعمل اوبليتريشن للليمف. اسمع اللي جرى. اول ما الليمف يتسد بيحصل استيزيس. استيزيس اوبليتريشن، اوبليتريشن حصل مور استيزيس، اوبليتريشن اون توب ستريبتو كوكال انفكشن. يبقى خدوا بالكم بقى من موضوع ستريبتو كوكال ده، عشان انا النهارده يوم ما بدي انتي بايوتيك بدي مين؟ بنسلين. بنسلين خليكم فاكرين دي. حضرتك الليمفيديما هو ستيزيس اوبستراكشن ستريبتو كوكال مورستيزيس اوبستراكشن. اكيد بيمر بدرجات. اول درجه من الليمفيديما اسمها ستيج اوف بيتنج ايديما، تبدا تزيد كده البليبس وبتاع، فيبدا يدخل في مرحله اسمها ليمفوريه، ان يبدا الليمف يخرج ايه بره. ولما يخرج بره الليمف يختلف عن الفين، الفينس ديما تختلف عن الليمف ديما. في كلمه ايه هي الكلمه؟ البروتينز، البروتينات. ان الليمف فيه بروتينز لكن الفين لا.
وعشان الليمف فيه بروتينز اول ما يحصل ليمفوريا يحصل فايبروزس، والفايبروزس ده عمل نون بيتنج ايديما. الفايبروزس نون بيتنج تنتقل لستيج 4. ستيج 4 تبدا رجل العيان تاخد شكل ده الفيل اللي انتوا بتقولوا عليه، تلاقي سودو بابيلوماتس وارتي شمع، سودو كاذب بابيلوماتس بابيلوما، سودو وارتي بابيلوماتس فورميشن بتملى رجل العيان وتبدا يديك شكل الاليفانتيزس. وعايز اقول كلمه اللي انا ما بحبهاش قوي دي بتلخبط فيها، ان مش كل الليمفيديما اليفانتيزس، لانها ممكن تبقى ستيج 1 و2 مش الليفانتيزس، لكن كل اليفانتيزس الليمفيديما. كويس قوي حضرتك، بعد الكلمتين الستيجز دول حضرتك قلت لي مشاكلها. مشاكلها ان يحصل فليبايتس، سيليلايتس، التهاب جلد، ليمفانجايتس، ليمفادينايتس، ممكن يحصل هيوجي ديسابيليتي ليمب، هيوجي ليمب، تلاقي رجل العيان زي ده الفيل كده. يا جماعه ده كنا في عيان هجيب لكم عملي، خد بالك ليمفيديما يعني عملي في كيس. كان في زمان عيان زمان بقى الله يرحمه كان اسمه محمد نفخه، الله يرحمك يا نفخه، الله يرحمك يا نفخه. محمد نفخه ده اولاد كان رجله دي قد عرض الترابيزه، يعني كانوا بيطلعوه كده قد عرض الترابيزه بالظبط، كنت تبص عليها كده حاجه بشعه وريحه كريهه وحاجه يعني دقفي. ومات، ما مش مات بيها، هي ما تموتش، ما موتش يعني ما جاتش يتعمل انفجو ساركوما، بس هو ما ماتش بيها الله يرحمه. مات جرعه مخدرات زايده، الله يرحمك يا نفخه، الله يرحمك يا نفخه، يلا اذكروا محاسن الموتى. قال حضرتك طب والديفرنشال دايجنوزس، ديفرنشال دايجنوزس ده يعني ايه اسباب الاديمه يونيلاترال وبايلاترال؟ تاني سؤال بقى يعني ايه بطنجي قوي، امتى تلاقي دي بايلاترال؟ رينال، كارديا، نيوتريشنال، اليرجيك، انجينيوراتيك. طب امتى يوني؟ الفين، الفينس، الليمفيديما، الافي فيسبلا، حتى حاجه اسمها الفانتيز نيوروماتوزا، كنت حتى بقول للطلبه احفظوها، ان فين وليمف وارتري وفين وبعد كده نيرف، ها يعني النيرف الليمفاتيز نيروماتوزا، ارتري لو ايه في فيسبلا، بعد كده ليمف وفين، فاهمين؟ اذا دي اسباب اديما فور ديفرنشال دايجنوز، منها ندخل على كلينيكال بيكتشر. طبعا بصوا على الصور، اديما ايد عيل، فالفا، اديما سكروتم، اديما بينس، اديما في اللور ليم، يعني الاديما بتيجي في كذا مكان، وشوف المشهد بقى عامل ازاي، حاجه بشعه. عموما هي الفيلاريا، ادي رشيد ودمياط والجيزه ومبابه والشرقيه، ماشي. بروجريسيف ليج سويلنج، رجله بتكبر وكل مره بتكبر بيجي له فيفر بيسموها اليفانتويد فيفر. بيسموها ايه؟ اليفانتويد فيفر. ايه بالله انا شايفه؟ اوكي؟ قال لك طيب الإديمة، لما تشوف إديمة للور ليم، احنا ان شاء الله لما نيجي نفحص اللور ليم نحط اصبعنا كده على رجل العيال، هقول لك ايه ده، ايه ده، ايه بيتي دي بس ستيج 1، لا ليه فنان بيتي دي بس ستيج 3. دي مهمه، في معلومه كمان، الإديمة بتيجي في كل اللور ليم بعدد، الإديمة دي بيتي والله مش صح، سور انكريز السور عشان بلانتر ابونيروزس، دي كانت تبقى مصيبه ان يجينا إديمة سور مش هنعرف نمشي، تخيل انت ماشي ايه على كورتين، يعني حاجه صعبه جدا طبعا. إديمة كريز، الكري افيا كريز تنهات رجله، يعني لو جبت لكم الصوره دي، ده الكريز اللي هو اسمه ده الخط ده، ليه؟ لان ده بيدرين تو ديب ليمفاتكس، والإديمة بتيجي فين؟ في السب كيوتينيوس ليمفاتكس. برافو عليكي، هايل ممتاز. طب الكلام والله لطيف وظريف يعني، وادي اماكن الإديمة اللي مش موجوده، الفيلاريا، السكروتوم، يا جدعان ده الفيلاريا بتحب سكروتوم وتحب سبرماتيك كورد وفانيكلوبيديدومايتس وسكت هيدروسيل وكايلوسيل والكلام اللي قلته قبل كده. حضرتك في جدول، دي صوره، دي صوره، لازم الصوره، دي مش صوره، دي اربع معلومات، ايوه اربع معلومات. حضرتك ايه اللايف سايكل بتاع الفيلاريا؟ لازم تعرف الانفكتيف ستيج والدياجنوستيك ستيج وال الدوده والناموسه. اولا ليه المناطق الانديميك دي بنقول عليها مناطق انديميك؟ يعني ليه الجيزه الكبرى والشرقيه ورشيد ودمياط وكده؟ ليه؟ فيها ايه؟ اللي هو مين؟ الانكيوليكس بيبنز، الناموس، يعني احنا عندنا ناموس. شكرا شكرا.
تسلم ايديك. لا احنا عندنا بيتنا في الناموس. انتوا ما عندكوش ناموس؟ ساكنين فين بقى ان شاء الله؟ ايه بقى المطير ما فيش ناموس في مصر دي؟ المدينه؟ معقول؟ مش في زرع؟ بس اي زرع ناموس. تمام ده؟ ده كويس. مفيش ناموس، ده اجماع. اي حاجه الا الناموس. بدائل في ايه؟ فراخ، صراصير، فراخ، يا عيني عليك. في ناس بتسجل يا جدعان. سجل ايه؟ اولا انا كنت مدينجي، ده اللي انتم ما تعرفوهوش. كنت مدينجي لان المفترض كنت مغترب من الشرقيه. يعني قدامكم ده كان مدينجي قاعد في المدينه. وكنت مدينجي باسرار المدينه، الاكل ايه اللي كنا نقف كده ونفضل واقفين كل واحد واخد دوره والراجل بيقسم في الفرخه ورك صدر ورك صدر. ويا ويلو لو عمل ورك بعدها ورك، لا ورك بعد الصدر وانت ظابط نفسك، انت فاهم اسرار المدينه دي عارفها. وكنا نقعد في المدينه ونكتب كده ورقه يعني عذرا نائم، ها؟ واحنا جوه بنذاكر، انتوا فاهمين ولا لا؟ ونقوم حاطين ورقه كده، والله كان هيثم زميلنا اللي حكيت لكم عليه، كانش بيصلي. كانش بيصلي. رحت جايت كده على الفجر وبتاع، رحت حاطط ورقه، ارجو ايقاظ لصلاه الفجر. على اوضه هيثم، الاوضه اللي جنبي. واد قال لي يعني المدينه كلها بتصحيني، في ايام يا المدينه دي. المدينه دي جيت مره اخد الغدا احط حته الفرخه ولا حته البتاع، اصحى الاقي النمل كله عليه. والله يا اولاد حاجه قهر قهر. امال هاكل ايه؟ فرحت اعمل فكره تاني. رحت جاي والله اقسم بالله اقسم بالله عملت كده. رحت ماسك حته الفرخه ورابطها بحبل وعلقتها في السقف، سقف الاوضه. قلت انا عايز النمل يوصل لها. والله العظيم والله العظيم. انتوا شايفين؟ لقيت النمل ماشي في السقف نازل على الحبل وراح للحته دي. رحت عامل فكره ثالثه، ما هي انا يا هو. رحت جايب كوبايه وحط قلب الكوبايه وحطيتها بشويه ميه وحاطط طبق عليها وحاطط حته الفرخ. لو راجل عوم، لو نمل رجاله كره عوم. كنت اصحى ليها زي ما هي. والله يا المدينه دي كانت ايام، والله كانت ايام. وحصل لنا مواقف غريبه. مره نفسي انا ابن ناس بسطاء جدا عشان الناس تبقى عارفه، خالص خالص وبفضل الله يعني ربنا كرمنا بمجهوداتنا وتوفيق الله قبلنا يعني. فاحنا بسطاء جدا فوق ما تتخيلين. فكنا في المدينه دي، نفسي تروح للموز مثلا. والله العظيم يا اولاد اقوم رايح للراجل بره وخارج له انا عايز اشتري موزه. ما غلطتش يعني. يلا هات يا ابني بدل ما حطها في عينك. ماشي. ايه ده؟ ايه القهر اللي احنا فيه ده؟ ايام يا ابني عشناها. مدينه جامعيه دي ايام. المهم متضايقين من شويه صراصير، شويه صراصير. احنا مره جبنا تعبان بلاستيك. بس بعدين نحكي. خلاص تعالى تعالى نرجع بقى مدينة. انا حضرتك انا عندي اربع حاجات. الناموس، الناموسه اسمها كيولكس بيبيتس. الناموسه بتيجي تلسع العيان. هنتخيل الزبون من الجيزه او عياط قاعد كده على البتاع على الترعه كده من العياط، قاعد بيعيط وقاعدين كده الناس هناك بسطاء. وقاعد على الترعه عمال يذاكر جراحه. طب ليه؟ يقول لك عشان ابل صباعي. فالمهم هو قاعد، اتاري في ناموسه جت راحت لسع قفاتي كتوه كده. اتاري الناموسه اللي لسعت قفاه اللي هي الكيولكس بيبنز راحت اديت له الامبريو. تخيل زميلك الولد الشاطر المتفوق اللي بيذاكر بقى حامل امبريو دلوقتي. لا اله الا الله، مبروك يا ريس، عندك امبريو. الامبريو يا اولاد كبر وبدا يكبر، بس جري على مين؟ جري على الليمف سيستم طبعا، لان ده فرد. فلما جري على الليمف سيستم كبر وبقى دوده كبيره اسمها وشراريا ولا في شراريا؟ انا معاكم في شراريا. وفي مش غلط بقى، في شراريا بانكرافتي. الدوده كبرت بدا يخرج منها المايكروفيلاريا اللي حضرتك مع النايت فيلم تشوفها. اتاري ان الولد دلوقتي بقى عنده
المايكروفيلاريا في دمه. تخيل بقى هنا بقى يجي بقى لحظه الشلل في الباره، يعني ده بقى اللي كان بيقرفنا من الباره دي. فبص بقى السايكل بقى، قال لك امليوات دلوقتي بقى عنده المايكروفيلاريا، انت يا شباب لاحظوا ان زميله متفوق حب يشوفوا سر التفوق اللي هو بيقعد على الترع، قام واحد صاحبه جاي قاعد جنبه على الترع قال له انا ذاكر ازاي. خد بالك ان ده عنده مايكروفيلاريا دلوقتي. جت ناموسه، بص بقى الشلل. لا قبل ما تقولي قرصت، ده الناموسه سليمه طاهره شريفه عفيفه. يعني مش الناموسه راحت خدت تحمل ميكروب للتلاء، فالناموسه قامت رايحه لقفا الزبون اللي فيه الامبريو ده اللي هو المايكرو وراحت واخده منه عشان تشحن لمين؟ لزميله. تخيل عماله تشحن له الباثولوجي اتيكه توا كده، ها والواد في قفاه كده مش عارف هو التفوق ده جه منين، انتوا فاهمين؟ وطبعا كانت النتيجه ان انتقل المرض. هي دي الباره. يعني الباره شوفي افتراضها ان واحد جاله باثولوجي والانفكشن وبعد كده جت ناموسه يا عيني غلبانه ام هو اللي عصاب وبدات تروح لواحد ده غير مصاب. كلام حاجه مش ممكن. بحكم اني قلت لكم في المدينه، كنت في المدينه الجامعيه عامل ورقه كبيره في البره، كان اهم حاجه الاوفا لو فاكرين، الاوفا بتاع كل حاجه. فكنا ورقه كبيره كده وكاتبين كل عشان يعني نقعد نحفظها كده، والله ولو مسمينها ورقه البيض. ورحنا حطينا كده كبيره انا مجمعت بيض يعني مجمعت. والله العظيم داخلين امتحان الباره طالع على السلم كده في اللجنه، انا كل اللي علي انا وزمايلي جمله واحده، البيض بقى عجه. عارف انت البيض عارف لما تضرب البيض مع بعضه انت ماده ايه ده؟ مين بيحب البره فيه؟ ما حدش يرفع ايده. اوعى حد بيحب البره؟ حد بيحب البره؟ انا كنت برافو الحمد لله واحده تابت ما زلت بتحب البره ما شاء الله. البره علم الصراصير وعلم الحشرات. البره دي انا من اكتر المواد اللي بكرهها. كل واحد حر بقى في نفسه. بره ايه يا راجل؟ بره واحد في سن حضرتك ما تبص لشنبك وبص لدقنك وبص لمنظرك يا راجل. واحد في سنك انت يقعد يتفرج على ميكروسكوب كده لجهاز التناسلي لانثى الصرصور، ايه القرف ده؟ مش دي البره يا راجل؟ بلا بتاع يا دكتوره. ومنظرك ايه لو ذكر صرصور دخل؟ يعني انا انت فاهم. ما علينا. المهم يا اولاد احنا حفظنا اربع كلمات. الناموسه اسمها ايه؟ فيولكس بيبنز والدوده وشيراليا، الانفكتيف ستيج امبريو، والدياجنوستيك مايكرو. نقول بقى عشان نقفل بقى انفستيجيشنز. فحوصاتنا بنعمل ايه؟ قال لك عايز اصور لينف. زمان كنا بنعمل انفانجيوغرافي وبطلناه، لان الانفانجيوغرافي عشان تحقن في لينف صبغه وتصورها ده كلام صعب جدا يا اولاد، صعب جدا. ده انت عشان تجيب الفين بتاع العيان بتشكشكه كذا مره تجيب له الليمف. فبالتالي الليمف انجيوغرافي بطلوه، بس طلع بديل ليمف سنتيجرافي. انا ضحكت عليها يا ليمف. نعم بتحب مين؟ قال لي انا كليمف بحب البروتينات، صح ولا لا؟ يبقى بروتين. قمت جايب حته كولايد بروتين وحاطط التكنيشن بتاعنا يا حلاوه، التكنيشن شغال اهو. ولما جبت الكولويد وحطيت حته التكنيشن معاه حقنته انترافينوس. اول ما مشي في السيركيليشن البروتين طبعا قام فاهم السيستم ان ده فورين ماتيريال، فاكره اورجانيزم. امين واخده الليمف. ام التكنيشن ماشي فين؟ في الليمف. قمنا مصورين الليمف تمام كده. فدي سميناها ليمف سنتيجرافي. طبعا حضراتكم عارفين من ايام البارا النايت فيلم بتاع الفيلاريا، معانا طبعا سونار وسي تي سكان وام ار اي عشان اتفرج على اي بلفيك ماس. بالشكل ده تبقى الانفستيجيشنز بتاعتي. وات اباوت تريتمنت؟ اذا كانت ستيج 1 وستيج 2 انا بتعامل كونزرفتيف، يبقى بتعامل زي اي اديما. ارفع رجلك اليفيجن ريست ومساج الاستيك ستوك سولت ريستريكشن، علاج اديما. بس مهم جدا ان العيان اديله انتي بايوتيك اللي هي من انهي جروب؟ بنسلين. هنا بقى في سؤال، ندي لازكس ولا ما نديش؟ قولي انا في ستيج 1 و2 الاثنين اعتبرهم حاجه واحده، ادي ولا ما اديش؟ قولي بس الاجابه وبعد كده اسمعك، يعني اخترت ايه ولو عايزك اجاوب. ادي جدع، ادي عشان ما حصلش فايبروزس.
ادي لان ايرلي من حقي ادي. خدوا بالك يا اولاد انا قعدت سنين احكي لكم دي بسرعه. قعدت سنين كاتب في الكتب عندي دايوريتكس تتاخد نقطه والدكاتره تسمع دايوريتكس دي تتعفرط. انا بتكلم جد والله تتعفرط. دايوريتك ليه دايوريتك ازاي تبدا يا عم شديمه يا ابني مش ايرلي افرض في فايبروز ما طالما افرض يبقى دي 3 و4 يبقى مش كونزرفتيف يبقى انا مش ايرلي يبقى انا ليت يبقى انا مش هديله. لحد ما واحد يا اخي راح اداني المعلومه يعني عارفين قفلها لي خلاص اللي هو ظبطها لي والله العظيم يا اولاد. قال لي حتى لو ايرلي ما تديش. قلت له ليه؟ طب ما نعرف ناس بتدي. هي كونتروفيرسال. يعني ايه كونتروفيرسال؟ يعني في خلل في قلق في ناس تدي وناس لا. انا مع اللي بيدوا وكتبت بدي. فهمني نقطه صغيره خلاني اكتبها كونتروفيرسال تاني. ايه النقطه الصغيره؟ قال لي هو في فايبروزس حصل؟ قلت له لا. قال لي طب مش الليمف فيه بروتينات كتيره؟ قلت له اه. قال لي لو سحبت منها الميه؟ قلت له يبقى البروتينات ريلاتيفلي بتزيد يبقى الفايبروزس انا بزوده يبقى انا اللي هعمل بريديسبوزيشن للفايبروزس. قال لي يعني النهارده بروتينات في ميه تقوم انت ساحب منها الميه؟ اصل انت مش فينس قديمة برضه. فبقت اللعبه كونتروفيرسال ادي ولا ما اديش. وهي في المنهج فيه كلمتين كونتروفيرسال دي واحده منهم كونتروفيرسال ادي ولا لا مازال في خلل لا. وهنا بقى انا برجع اقول لكم ايه ده القصر العيني. يعني يوم ما تيجي قدام تخين انت جايب الجمله دي منين؟ كتاب القصر العيني. مش عاجبك قول لي الكلام عندكم ايه وقوله. يبقى دي رجعت لحضرتك مره اخرى لكن دي في الكتب كده بالظبط يا اولاد كونتروفيرسال. طب ايه اخبار التدخلات الجراحيه؟ الجراحه اولا صعبه جدا صعبه جدا لان الرجل النهارده فيها هايبرتو في فيها تضخم في السكين والسبكتينيوس تيشو فيها هايبرتو. بدانا نقول افكار عشان نوقف بعد التريتمنت ده على ايه الافكار؟ بدأنا نقول أفكار. أول فكرة اسمها بريدج. يعني إيه بريدج؟ كبارج. كبارج معنى دي رجل العيان ده الليمف اللي مسدود وده الفين اللي جنبه وجنبهم طبعا مثلا الأرض تمام كده؟ إيه رأيك؟ لو أنا جيت للأوبستراكشن الليمف وهو طالع ده رحت أنا فاتح كوبري كده ما بينه وما بين الفين فتحت كوبري ما بينه وما بين مين؟ الفين. يبقى انا خدت لينف فيزل ووصلته بفين. ليه؟ يا ابني افهم مش ال 99 وال 1% هيبقى ثراسيك داكت ويرجع مره ثانيه للفينا سيستم؟ ما هو لازم الهارت يستلم 100 يا عم بناقص اسحب الدم على الفين. وهنا انت خدت لينف فيزل يبقى اسمها لينفاتيكو فينس انستوموسس. ولو صدفت ان في لينف نود فتحتها ما تقولش لينفاتيكو قول لينف تبقى لينفو فينس انستوموسس. يبقى انا كده قلت عمليتين اهو ليمفاتيكو فينس او ليمفو فينس. يا ابني ده كانوا زمان ياخدوا مش في عظم مش في عظم العظمه دي مش كان فيها فورامين اسمه نيوترانت فورامين داخل منه مين؟ ارتر. خارج منه مين؟ فين وليمف. قال لك طيب ما انت روح خد حته الليمف دي ارميها جوه العظمه في المضله يبقى ساعتها اول ما الليمف يطلع بدل ما يلاقي اوبستراكشن ويعمل إديمة ينزل جوه العظمه اللي يحصل لمفاتيك درينج يمشي معاه. كانوا بيسموها لمفاتيكو انتروسيوس. شوف الافكار. نعم الفرق بين لمفاتيكو فينس وليمفو فينس انت هتربط ليمف فيزل ولا ليمف نود. مش السيستم عباره عن فيزل ونود؟ لو فتحت ليمف نود شقيتها نصين كده وصلتها بالفين يبقى ليمف نود يبقى ليمف. لو خدت لينف فيزل قطعته وصلته يبقى لينفاتيكو. يبقى انا يا اولاد معايا لينفاتيكو فينس اهي مثلا لينفاتيكو فينس لينفو فينس اللي هي لينف نود ادي 3 و4 انتر اوسياس دي افكار قديمه. في حاجه كمان غريبه اسمها اومنتال بيديكل فلاب دي غريبه قوي. ايه دي؟ ده منديل كلينكس. لو انا جبت منديل الكلينكس ده ورحت حاطط طرفه في القهوه هيحصل ايه؟ هيشرب القهوه هيسحب القهوه. اه صح. يبقى ده معناه ان المنديل فيه خاصيه ان المنديل دوت ممكن يسحب فلويد والنهارده القديمه فلويد. قال لك طب ما تجيب منديل وتحطه عند فخذ العيان وتوصله في سبيل المنديل ده كانك حاطه جوه فنجان القهوه رجل العيان قهوه كده حطيته كده بتسحب منه الايه؟ الميه. طب نجيب له منديل منين؟ قال لك منديل بطنه.
راحوا جابوا الاومنتم فصلوا حته بالبلاد سبلاي وراحوا حطوها تحت الانجواينال ليجمنت على امل ان هي اللي تسحب الليمفاتيك. فاهمين افكار؟ انا عايز اقول كلمه، كل الافكار دي سقطت ولا تعمل لسبب واحد. العيان بيسالني سؤال، رجلي اللي قد الفيل لما هعمل العمليه هتخف؟ قلت له لا، لان الهايبرتو في حصل. تخيل واحد بقول له اديني 1000 جنيه يعني قسوه اهو عشان اعمل لك عمليه مش هتخف، بس اوعدك انها مش هتزيد. لا ده شغل النصابين، يعني اللي يعمل كده نصاب يعني نصاب. فبالتالي كل افكار البريتش الكباري بطلوها، بطلوها من المايكرو ليمفاتيك للليمف وفينس ليمفاتيك وفينس. مايكرو ليمفاتيك دي افهمها لك برضو. مايكرو ليمفاتيك كان يقول لك تعالى نعمل باي باس، اجي الليمف في رجله السليمه واخد حته صغيره واجي للاوبستراكشن اعمل ايه؟ باي باس. كل دي افكار لا تستخدم. وعلى فكره انا مش مطلوب مني احفظ الخمسه، احفظ 2 3 اي جي وقوله في الاخر نوت دان، لان ستيل الهايبرتو في موجود. بدا خواجه تاني يطلع لنا اسمه سيسترانك، سمعناه فين قبل كده؟ سايروبلوسال سيست. وفي السيسترانك بدا يقول طب انا عندي فكره، انتوا مشكلتكم ايه؟ قلنا له هايبرتو تضخم. بص بقى الراجل قال لك تضخم فين؟ قلت له في السكين والسبكتينيوس تيشو. قال لي تعالى نحط رجل الراجل زي التورته وتعالى نقطع 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 ونشيل رجله او الهايبرتوفي بتاع السكين والسبكتينيوس. قلت له طب وبقيه رجله اعمل ايه؟ قال لي هنضمها ونخيطها. يعني كاني بالظبط يا اولاد عشان تتخيلوها، عندك بطيخه قشرتها ناشفه طبعا، قمت حضرتك واخد حته ويدج كده منها ورحت شايل الوجه ده، بقت البطيخه دلوقتي فيها وجه ها ما فيهوش جلد قشره، ورحت حضرتك ماسك البطيخه دي مقرب الايدج قوي من بعضه ومخيطها كده، انت قللت حجمها. العمليه دي اسمها سيسترانك، هو اكسيجن اوف اليبس اوف سكين اند سبكتينيوس تيشو ويخيط. ريكرنس ريت 100%. ليه ريكرنس ريت 100%؟ راحوا جم في ودنه قالوا له ايه؟ بس الليمف اوبستراكشن موجود. يعني انا لما عملت كباري قالوا لي بس الرجل تخينه، ولما عملت اكسجن قالوا لي بس الليمف لسه مسدود وبالتالي هيحصل الاديما. يس تشرح. شادو عندك يا رب. تفضل يا اولاد احسن الاذانات، يعني هتلاقوا كذا تشخص هنا. بص بقى سيسترانك قال فكرته ان انا هعمل اكسجن وراح هاجم السبب الحقيقي انه عمل اكسجن، بس النتيجه ما جاتش لان ما زال الاوبستراكشن موجود. طلع خواجه تاني اسمه شارلز. اسمه ايه؟ شارلز. ده قال طب ما انا عندي فكره. ايه الراجل اللي قبل سيسترانك راح شال السيك سبكتينيوس تيشو وشال السكين يعني والسبكتينيوس تيشو؟ انا هشيله وهشيل كمان الديب فاشيا. قلنا له تشيل الديب فاشيا؟ طب واحنا كسبنا ايه لما تشيل الديب فاشيا؟ قال لهم انا لما اشيل الديب فاشيا كمان هل الجلد هيطلع؟ قلت له لا. قال هخيطهم في بعض. قلت له طب ما انت عملت نفس القصه. قال طب ما انا عندي فكره ثانيه، اجيب سكين جرافت. يعني الراجل ده ولكنه دخل على التورته
وراح قاصص سيجمنت كامل من رجل الراجل والسيجمنت ده شاله وراح جايب سكين جرافت حطه فيه. وطبعا سكين جرافت اتفقنا انا بشيل ابيدرمس وبارت من الديرم فبالتالي سهل جدا ان انا ايه يطلع غيره. قلنا له طب ولما تيجي تحط الجرافت؟ قال بس اجي بعد شويه اقوم رايح سيجمنت تاني سيجمنت تالت وكل شويه بحط جرافت جديد لحد ما اغطي رجله كلها. يبقى انا بعملها سيجمنت سيجمنت. طبعا اللي بيقولوا ده كلام يعني لو في الافلام الكرتون هتقول عليه تافه. ليه؟ لان اول ما حط اول جرافت فوجئ بالمصيبه ان الجرافت محطوط على اساسا ايدجز فيها هايبرتوفي مش هيلسي فمش عايز يمسك. جه معاد الجرافت الثاني يحطه لا جرافت الاولاني حصل له ريجكشن. اما جايب جرافت اولاني حطه وحط الثاني جه يحط الثالث لقى الاولاني بقى جانجرينس والثاني ريجكتد والثالث بتاع جه يحط الرابع الاولاني وخد بالك موت يا حصان الرجل بتبوظ ولو الجراح روحه طويله ما هو بيعمل علم اهو بقى وشغل. إيه اعتقد ان العيان ايده طويله وخلقه ضيق انت بوظت لي رجلي. فاصبح سيسترانك اللي سلخ العيان. يعني ايه كلمه سلخ بقى؟ انه شال كل حاجه لحد المصري يبقى سلخ ولا لا؟ ده بيقول لك الواد ده اتسلخ ميه مغليه وقعت عليه سلخته. سلخته يعني ما خليتوش عضل يعني خليته عضلات. فبالتالي الراجل ده سلخ العيان وخلاه لحد العضلات بس النتيجه بتاعته كانت سيئه جدا وكان فكره الجرافتس مش موجوده. وفي الاخر احنا هاجمناه وقلنا له خد بالك انت بعد ما تعمل ترقيع وجرافتات في رجله كلها الليمف لسه مسدود. صح ولا لا؟ فبدا بعد الاكسيجنال اوبريشن ننتقل للفكره الاخيره كومباينيشن بقى. قال لك احنا جبنا الاكسيجن وعملنا كمان كوبري. طب عملت كوبري ازاي؟ الراجل ده فكر بطريقه لطيفه جدا. بص قال ايه؟ بص قال ايه؟ قال انا هعمل اكسيجن 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 شال حته خلاص من الهايبر. وبعد ما اعمل اكسيجن انا مش هشيل بص يا اولاد يعني تخيلوا رجل تخينه اهي. انا هشيل اكسيجن. انا مش هقطع الحته دي وارميها. امال هتعمل ايه؟ بص ذكائه. قال لك انا هفتح والحته دي كلها اللي المفروض انا اعملها اكسيجن يعني ده هيتشال. لا انا مش هشيلها. انا هكحتها. هكحتها وخليها فيري ثين لاير. لما اكحتها 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 واخليها فيري ثين لاير ابدا بعد كده اجي للعيان بص بص اهو ده تخين اهو. ايه ايه اقوم حاطط الحته دي اللي المفروض تترمي ما بين العضلات. واقف رجله كده. لو انا كده تخين ورحت قطعوني وسلخوا دي وراحوا حطوها بين العضلات وقفلوا عليا كده انا اكيد خسيت صح؟ بس حته الجلد دي اللي حضرتك شفاها وخلاها رفيعه خلاها توصيله زي المنديل عشان تعمل درينج. يبقى عمل اكسجن بس في نفس الوقت الاكسايزد سيجمنت استخدمه فور درينج. وطبعا لو انت عايز تتخيلها على بعضها انا كاني عملت الملفوف. الملفوف ده المحشي على فكره العرب بيسموه الملفوفه. الملفوف ده ان انا بتخيلوها بشق رجله ورحت فاتح البتاع ورحت مطلع السكين كحت السكين وحاطط السكين جوه وشادد رجله كلها عليها يبقى رفعت ولا لا؟ وده الكات سيكشن بتاعه يبقى مدينا شكل سويسرال. لو رحت كده سندوتشات الفراخ بالذات يقول لك سويسرال. سويسرال ده ممكن بتشيكن ممكن بجبنه ممكن بسوسيس. يعني يجيبوا حته السوسيسيه يقعدوا يلفوا عليها كده اللحمه ويقطعوها وبتاع. فتبص تلاقي سوسيس او بيقولوا عليها سويسرال. لما تروح تقول له كده انا عايز ساندوتش سويسرال. اه سويسرال. فسويسرال او هوهوز شيب ما هو بره مش كده ولا لا؟ يبقى الكات سيكشن ده هو طريق سويسرال. مين اللي عملها؟ اسمه تومسون. بقى السؤال الاخير طب امتى نعمل امبيتيشن؟ لو قلب لمفانجو ساركوما هناخد ريست ونعود الساعه 4 ان شاء الله. هنشتغل ساعه واحده ان شاء الله بعد الريست. ده نهائي. اه يا حبيبي وهي اخرها ان شاء الله. عشان ماتش مين؟ اه بس الزمالك الساعه 7 ماذا تبقى ماذا بقى ما هو مين زملكاوي بس؟ بس حضرتك بس اللي زملكاوي؟ اتفضل. الكلام انا لو قلت تبيه بتقول نص الموضوع. تبيه بس اللاي وتبيه لمفادينايتس. بس خد بالكوا انا مش بدي تبيه شيست او تبيه لونج يعني لا
احنا بنتكلم على تي بي اصاب مين؟ اصاب الليمف نود. طيب عشان ناخده عايزين نقعد نشربط كده شويه. الليمف نود هي عباره عن كورتكس اند ميدالله. الليمف نود كورتكس اند ميدالله في افرنت ده بيدخل للليمف بيدخل الكورتكس. في افرنت بيخرج بره. طبعا في حاجه حمراء كده داخله فيه اللي هي الارتري بلاد سبلاي. خدوا بالكم السايكل بتمشي ازاي عشان دي بس ترتب لنا الدنيا. السايكل بتمشي ان انا بدي الدم للليمف، الليمف بيغسله فهموني. لما يغسله بيخرج منين؟ من الافرنت. الله، احنا كنا فاكرين الافرنت يدخل يخرج افرنت. النبي النبي يا حليله، يعني الافرنت يدخل يخرج افرنت. امال بنغسل الدم ازاي؟ ده انا لازم ادخل الدم ارتري واخرجه افرنت. هلا امال الافرنت ده ايه؟ ما هو الافرنت ده لما يروح للليمف نود تاني بيدخل لها از افرنت. وحضرتك البلاد سبلاي بيروح للليمف نود الثانيه اللي بيخرجها افرنت وهكذا. سو لو كان الاورجانيزم افهموا لي بقى قوي دخل عن طريق الكورتكس، يعني كورتكس يعني عن طريق الافرنت فقط، اورجانيزم ما دخلش عن طريق الدم، بيسموه ليمف بورن. طب لو دخل عن طريق البلاد اللي هي المضله بيبقى بيسموه بلاد بورن. يا نهار ابيض، طب مش فاهم برضو وازاي يدخل عن طريق افرنت، امال جه منين؟ لان لو انا قلت جه منين يبقى جه من الليمف نود، يعني كان داخلها من ارتري برضو. يبقى انا لازم بدايتي تكون ليمفاتيك ادى افرنت، ودي ما بتحصلش خالص غير في حاله واحده، التونسل. التونسل يبقى الاورجانيزم دخل بقي من التونسل، التونسل الى الكورتكس وفي ابر ديب سيرفايكال ليمف نود. كده بقى ليمف الليمف، عشان كده سمي ليمف بور، يعني الدم مش حاسس بيه. وعلى فكره طالما الدم مش حاسس بالكورتكس والليمف بورن والتونسل اللي راح للكورتكس وفي ابر ديب سيرفايكال ليمف نود، الدم طالما مش حاسس بيه يبقى ذير از نو تي بي توكسيميا. صح ولا لا؟ يعني حكايه نايت فيفر ونايت سويت ولوس اوف ويت او مش موجوده، لكن هنا في ايه؟ في التوكسيميا حاجه ثانيه. الاورجانيزم وانس دخل في الكورتكس بيفضل قاعد في الكورتكس. ممكن يروح لكورتكس ليمف نود في نفس الجروب، لكن ما يخرجش من الافرنت يروح لليمف نود ثانيه، جروب ثاني يعني. ليه؟ عشان حضرتك اللي بيخرج من الافرنت دايما بيبقى بلاد بورن. عشان كده انا مجبر ان يبقى لوكالايزد ليمفادينوباتي. وطالما قلت لوكالايزد ومجبر وداخل من بقه على الكورتكس ابر ديب، يبقى اصبح دايما فين؟ ابر ديب سيرفايكال ليمف نود. بس اتس لوكالايزد. طب وده؟ يا راجل ده بلاد بورن. بلاد بورن دوت يعني يدي الليمف دي ويدي انجوينال ويدي اللي مش عارفه الايه ويدي الايه، بيوزع عن طريق الدم. يقوم يحصل ان كل الليمف نود تتاثر، وده بنسميه جينا رالايزد. طب ده اسبابه مين؟ يعني مين اللي يبقى بلاد بورن ده؟ اكيد ده سكندري تو برايمري ايلس وير. برايمري ايلس وير ده ممكن يكون تي بي لانج، وبالتالي تي بي لانج عن طريق الدم راحت موديه لك جنرالايزد ليمف نود. انا كراجل بدرس ليمف كجراح، يبقى الليمف بالنسبه لي عمره ما يبقى البلاد بور، لان علاج البلاد بور هو علاج البرايمري، والبرايمري شوف انت تخصصك ايه. مش هيجي لي انا عيان عنده اوبن تي بي شيست واروح اعالج له الليمف نود اللي طالعه له في فخده، مش كده ولا لا؟ لكن البرايمري ليمفادينايتس هو ده شغلتنا. ومن هنا ابدا اشرح البرايمري تي بي، والبرايمري تي بي هو كورتكس، البرايمري تي بي هو ابر ديب سيرفايكال ليمف نود، البرايمري تي بي انفكتد ميلك. امال يعني تي بي جه منين؟ ولما حصل انفكتد ميلك ودخل عن طريق روت ليمف وكورتكس وليمف وبدا يحصل معركه، حاضر، وبدا يحصل معركه او مباراه، هزعل لكم المباراه دي دلوقتي. المباراه دي في الكورتكس وفي ابر ديب سيرفايكال ليمف نود، اتفقنا؟
يا نهار ابيض ايه ممكن من الاول ده انا بقالي 5 دقايق مصارين بتطلع بقى ده طب حد يقدر يعيدها من الاول ما انا قلت لكم ارفعوا ايدكم ايوه ده اول ما رفعت ايدها قلت لها اتفضلي حاضر انا عشان خاطري بس ما تسيبونيش 10 دقايق برمي برمي ونفسي نفسي اتقطع مش هجيبها تاني ايوه حاضر انا اتفضلي برضو من الاول حاضر فوح حاضر نبدا من اول السايل توكس كوست بصوا بقى هي مفاهيم لازم افهمها في الاول عشان مفاهيم دي اللي هترميني الموضوع ده انا النهارده بدرس ليمف نود لما انا يجيني عيان ويقول لي انا طالع لي حيل هنا طالع لي في المنطقه دي ومفيش غيره ده بالنسبه لي لوكالايزد طب يعني ايه لوكالايزد وليه السيرفايكال ما تروحش اكزيلر وليه ما تروحش جوال وليه في عيانين تانيين بيبقى عندهم جنرالايزد ليمفادينوباسي وجنرالايزد ليمفادينوباسي ده يقول لك انا عندي سيرفايكال واكزيلري وجروين ليه ده وليه ده فبدات اعرض نقطه ان الليمف نود هي كورتكس وميدالله قشره وما اعرفش اسمها ايه الكورتكس ده بيدخل له افرنت ده ستراكشر كانه اناتومي ليمف نود والافرنت ده جاي منين جاي من الافرنت بتاع الليمف نود اللي قبله ما هو الليمف نود بتدي الليمف نود بتدي ليمف طب ما حضرتك اكيد في اول ليمف نود مش حضرتك تقول ليمف نود اكيد في اول واحده لا اول واحده دي كانت الابر ديب سيرفايكال طب الكورتكس اللي الابر ديب سيرفايكال جاي منين ليمفاتكس من التونسيل يبقى كده لو في تونسيل هنا ادى الكورتكس بتاعت الابر ديب سيرفايكال يبقى كده اسمه ليمف بورن لان الانفكشن دخل عن طريق ليمف ولكن انا ممكن اجيب لك انا عنده سيرفايكال واكزيلري وجروين لو كان دخل عن طريق الدم النهارده عندي برايمري تي بي لانج بدا يبعت لي والبرايمري زعيت غنماتكم يا جحا ايه اماكن البرايمري تي بي لانج فيرتبرا ايه فيرتبرا دي بوكس يعني لا جاي تي اللي هو مين انتستين الميزنتري والسكين ايوه طب تعال ناخد اي نموذج من البرايمري ده البرايمري ده بعت لي ليمف نود عن طريق مين الدم ما هو الدم اهو الدم اهو مش كده اول ما الفارين ماتيريال دخلت بدا حضرتك يروح للافرنت طبعا بيعمل هنا باثولوجي في المضله هايبربليزيا في المضله عشان كده اقول لك ده الحيل كبر انا عندي الحيل هنا في كور هنا بقى الحيل ده يا اولاد ده الحيل ده ممكن يكون مين ممكن يكون مالجنال سيلز بس انا النهارده عشان موضوعي تي بي فانا بتكلم على التي بس اللاي التي بي اللي ممكن يدخل عليك المستشفى لو جنرالايز التي بي اعرف ان ده بلاد بورن بالعقل لان كل ليمف نود دخلها عن طريق مين البلاد البلاد اللي خارج من مين من مكان البرايمري واتفر مين هو يبقى اذا كل الجنرالايز ليمفادينوباسي مصدرها بلاد مدخلها يعني مصدرها مضله مدخلها بلاد فيها توكسيميا ايوه جنرالايزد ايوه طب والبرايمري ده دخل من البق عن طريق انفكتد ميلك الى التونسل الى الكورتكس اوف ابر ديب سيرفايكال وقعد ما راحش مكان ما ينفعش يروح طب ليه ما راحش للافرنت بتاعت اللور وانتقل للي بعده ما الافرنت ده اللي يخرج منه اللي داخله بلاد وتخيل ان الدم رايح للكورتكس اوف ابر ديب سيرفايكال للمضله في ابر ديب سيرفايكال مش حاسس بالكورتكس عشان كده مفيش توكسيميا واصبح العيان نو توكسيميا البرايمري تي بي ما معهوش توكسيميا اتيز ليمف بور مجرد ليمف نود كبيره بتكبر فيها باثولوجي زي ما هحكي بقى دلوقتي فيها بامانه شديده دي المقدمه اللي انا بداتها مقبوله ولا لسه عادي تاني اصلا لما مين يدخل البرايمري كورتكس اون يس كورتكس اون لان المضله الكلى مين بلاد والنهارده البلاد ولا حاسس بيه عشان كده يا اولاد سموها ليمف بور بلاد بور انا مدهش انا واقفه معاكم برغم ان ده بطنه ما يجيش فين ليمف التونسل بس ما هو من التونسل راح للابر ديب سيرفايكال ليمف نود ما يجيلهاش ما يجيلهاش واول كلمه هتتعرض قدامي اهو ما اصل ده مش كلامي اول كلمه بص يا دكتوره البرايمري تي بي ليمف بور source of infection infected milk infected milk خدناه ازاي بقى اعتقد مفيش غير بقه مفيش غيره طيب اتنين تي باسيلار روت ليمف لان الليمف على فكره ده انتوا هتسمعوا دلوقتي طب ما ياما شربنا infected milk
وما جالناش البرايمري تي بي. لان التونس ليها دور برضو. ما هي التونس ليها دور والماكروفيشس اللي في الكورتكس بتاعت الليمبرو ليها دور. ده اللي هتشوفه بقى. طيب بصوا بقى، انا دلوقتي ما بين معركه، المعركه دي او بلاش معركه، خليها مباراه. انا في مباراه، الاستاد هو ملعب الكورتكس بتاع الابر ديب سيرفايكال ليمف نود. الفريقين اللي هيلعبوا فريق اسمه اورجانيزم تي باسيلاي وفريق اسمه ماكروفيج. انا اتخيل ان الماكروفيج ده اللي في الكورتكس اهو، ده الماكروفيج، وهنتخيل ان تي باسيلاي، معلش الماكروفيج اهي، خلينا دي الماكروفيج زائد التي باسيلاي. بصوا بقى خليكم معايا، الماكروفيج دي اللي اكيد هنشجعها، وتي باسيلاي ده الانفكشن. خلاص يا اولاد فين الدكتوره يعني. بس دي امانه، الماكروفيج والباسيلاي. الماكروفيج ده اللي الجسم بتاعي، على فكره الماكروفيج لو كسب غالبا مفيش باثولوجي هيحصل، واحتمال يطلع دروب، واحتمال ان الاورجانيزم هو اللي يكسب. هتشجعه مين؟ ماكروفيج. حد يقدر يشجع تي باسيلاي؟ تي باسيلاي دي هي مجرد انفكشن قذر، انفكشن ملوش اي لازمه غير انه مجرد مشارك في المباراه. انتوا فاهميني ولا لا؟ والطبيعي ان الماكروفيج النجم. نعم اعترضي ليه هاي ايه؟ حاضر. بس انا مش عارف حضرتك تقصدي ايه، بس انا ما بحبش ازعل. كده خطين تانيين يا شيكا، ده كان كل ما تخسروا دوري غير مكان الخطين، لدرجة مرة حط الخطين كده كانوا شبه بتوع شبراوي. عموما مفيش مشكلة ليه؟ لأن المعنى في القلب. اللي هيحصل يا حضرات دلوقتي انجلف، وانجلف بيني وبينكم الشكل هيبقى مش لطيف خالص. اللي قدامكم ده اسمه اي بي تي لايت، والاي بي سي لايت، الاي بي سي لايت هو نتيجه الماكروفيج لما عمل فيوجن ومسك في مين؟ في تي باسيلاي. دكتور حضرتك لو حصل ان الماكروفيج بينجلف ويحصل اي بي سي، اي بي سي لايت سيلز، تتوقف على كده. وياما حصل واي بي سي لايت وخلاص. طب استنى، افرض حضرتك الاورجانيزم نجح زي ما انت قلت وده الطبيعي، افرض ان حصل تعادل، وده حاجه نادره برضو، ما هياش التعادل الطبيعي يعني، تبقى مباراه مسخه حتى، صح ولا انا غلطان؟ فبالتالي لو حصل تعادل يبقى مجرد الانجلف وتتوقف الدنيا فايبرستيشن. اكيد انا مش جاي احكي لكم ولا تشرب انفكتد ميلك وربنا كرمه خف، مش هحكيها. ده حصل تعادل وفايبرستيشن، مش هحكيها. انا جاي احكي القصه دي. القصه، القصه ان البادي ريزيستنس اقل من الاورجانيزم. وعلى فكره اولاد، عشان الاورجانيزم ده يجرب انه يكسب هذا الماكروفيج ما ينفعش ينزل بنفس عدده، مش هيجيبها، ما بتحصلش. فتعالوا ندي المثل، يعني انا عندي 10 ماكروفيج دخل عليهم 3 اورجانيزم، ده هيتاكلوا علقه. طب افرض 10 قدام 10 فايبروزس. طب افرض بقى الماكروفيج 10 دخل عليهم 20 بس اللاي. اولا لو احنا ال10 خطتنا ان ال20 بس اللاي اللي داخلين عليه كل واحد يمسك واحد ويضربه، غلط، خطه فاشله، لان عددهم اكبر. ازاي كل واحد يضرب واحد؟ لو كل واحد مسك واحد يضربه يبقى في 10 منهم فاضيين يجوا على قفا حضرتك كده، اتيك كتوه كده، انت فاهم ولا لا؟ تبقى انت مكافح لكن بتتلسوا على قفاك. هزيمه نقراء، هزيمه. طب والحل؟ قال لك الماكروفيج هتعمل حل، انا شايفه ده انسب حل. احنا 10 دخل علينا كام حرامي؟ 20. الحل ان احنا نمسك ايدينا في ايدين بعض يا رجاله. لما نمسك ايدينا في ايدين بعض كده ونعمل كده مع بعض 10، نعمل دايره. واحنا عاملين دايره هنحوط ال 20 يا جماعه، احنا كده محوطين 20. ما اعرفش كل سنه لما اشرحها الاقي رجلي بتعمل كده، ما اعرفش ليه. بس انا متخيل ان احنا محوطينهم، انت فاهميني ولا لا؟ بس خد بالك عشان الترتيبه تطلع مظبوطه، في وسط العشرة شاب متحمس شوية
اول ما رسمنا الخطه ودخلوا العشرين لقيت الواد امجري ماسك واد راح ضربه الله احرقك بوظت الخطه. طب يلا احنا يا اولاد نكمل 9 على 19. طبعا لو انا قلتها 3 4 طلعوا من العشرة بقى في اكتر من موقع في ابيسيلايد دول بيفشلونا هنفشل. بس سيبك منه تعالى احنا نعمل فيوجن. الماكروفيش لما بتعمل فيوجن بتعمل خلايا كبيره والخلايا الكبيره دي اسمها لانج هانز جاينت سيلز. واللانج هانز جاينت سيلز دي بتبقى محوطه محوطه مين الايبيسيلايد. عشان كده لما يقول لك الفوليكل عامل ازاي دلوقتي اللي بزيعه المباراه اللي بزيعها من الكورتكس اوف ابر ديب سيرفايكال ليمف نود هذا الاستات اعتقد ان هذه المباراه هي عباره عن تيباسيلاي ده الانر زون والميديال او الميدل زون هو الماكروفيج الفيوزد اللانج هانز او الايبيسيلايد الانجلف باسيلاي مش كده؟ واعتقد ده الميد زون. طب يا دكتور احنا هنفضل على الوضع ده لحد امتى؟ ما احنا برضو ما نجحناش بس ما نهزمناش احنا بنقاوم احنا عاملين دايره ومحوطينه. فطالب قال لي طب واللي هيحصل؟ قلت له هنفضل لحد اسبوعين احنا اخرنا اسبوعين. قال لك هي 2 ويكس ويحصل انهيار تام لينا. ليه بقى؟ حصل حاجتين مهمين جدا. اول ما اتلمينا كلنا كل اللي عملناه طلبنا المدد وعشان اطلب المدد يبقى يلا بقى نصوت الحقونا اغيثونا. طبعا مين نزل الاستاد؟ الالتراس الجمهور. الجمهور ده ممكن يكون نيوتروفيل ايزينوفيل ليمفوسايت كل خلايا الاميون سيستم ادونا اوتر زون. مره واحده لو بصيت في الاستاد هتلاقي شويه تي بس اللاي لعيبه كده صغيره اللي هي داخله علينا ايه 20 واحد لقيت نفسها متحوطه ب 10 عاملين تشكيلات عليها وراهم كل الجماهير بتشجعهم. اعتقد هنكسب اخرنا اسبوعين وهنفشل. هنفشل ليه؟ اولا احنا مش قادرين نلعب معاهم ولا نقاومهم لان احنا ايدينا في ايدين بعض والفرادة اللي ماسكين بعض دول واللي ورا اهو منظر على الفاضي. لان بعد اسبوعين فوجئنا بان بيحصل كومبليت ديجنريشن. ليه؟ جمله لو فهمتوها تبقوا شطار. اصل حصل سيلولار بروليفريشن وزود فاسكولار بروليفريشن. قال لك الخلايا اللي جت دي كلها جايه من غير اكل فطبعا جايه كلها عماله بقى احنا واقفين بقى في المعركه بقى وهي بتخبط على ظهرنا. ايه يا جماعه في ايه ما تصبروا شويه؟ عايزين ناكل. ايه ده شويه؟ طالعين احنا نازلين احنا عايزين ناكل احنا بقى لنا 10 ايام عايزين ناكل. ما فيش اكل الله. طبعا ما فيش اكل بيحصل لهم ديجنريشن. جاد سيلولار بروليفريشن وزود فاسكولار بروليفريشن اندر جو ديجنريشن. واحد يقول لي عندي مش عارف. اند سيست فورميشن. وبدا يحصل ديجنريشن ويا ريت السبب ده وبس. لا ده تي بس اللايك كمان عماله تدينا في توكسيكس. لان احنا يا جماعه لما تكاتفنا مع بعض وشنا فين؟ وشنا في وش العدو. يعني العدو قاعد محبوس بس متروق انت فاهم ولا لا؟ عمال يروق في حضرتك. طبعا طالب تحمس قوي اللي انا حكيته قال لي طب ما كنا نعمل دايره بظهرنا يا دكتور. قلت له اسوأ يا منيل اسوأ. موت شريف يا ولا. اعمل دايره بظهري للعدو؟ لا انا ادي له وشي اكرمني. المهم طبعا كانت النتيجه ان فعلا كومبليت ديجنريشن تو ويكس نيكروزس وكازيشن. عشان كده اقول لك ما هو كازيشن؟ ديد بس اللاي وديد نيتروفيلز. الجماهير ماتت والبتاع مات والمخرج مات والبتاع يعني كله مات عشان في الاخر يعمل لك فوليكل. الفوليكل دي هي كيزياس ماتيريال والكيزياس ماتيريال دي من استاد الابر ديب سيرفايكال ليمف نود بتاع الكورتكس بتاعه. يا نهار ابيض. تيجي تتكلم على الكلينيكال بيكتشر تلاقي كلام مرسوم. نو توكسيميا مفهومه. لوكالايزد مفهومه. ابر ديب مفهومه. فيرم وسيست وهارت ماشي لو كان زيفاير. ماتت ليه ماتت؟ مش بتيجي في كورتكس؟ وكورتكس طالما كورتكس جنب كورتكس الاثنين كورتكس يحكوا ببعض يعملوا يلزقوا. عشان كده تلزق ولما تلزق ممكن تبقى زي روزاري بيتز السبحه. لينفانجايتس لينفادينايتس ايه مشاكلها؟ كولد ابسس. وخدوا بالكم كلمه كولد ابسس من الكلمات اللي تتسال فيها اورال. يقول لك كولد ابسس اسم خطا. انا بس عشان الوقت احنا خدنا اسامي خطا في الثايرويد لاترال ابرات
بس انا في البريس. والنهارده كل ده ابسس اسمه. يقول لك ليه كل ده ابسس خطا؟ قول له رقم واحد هو مش ابسس ده كازيج. رقم اثنين ده مش كول ده ورم. اذا ده ورم يعني نوت كول. في دكاتره تقول لك بس كول دي صح. عارفين ليه؟ لان مفيش توكسيميا. برافو دي مجازي ممكن اعدها بكلمه كله صح. طيب في كالسيفيكيشن لو نشف ممكن ترابشر. ولو رابشرت تعمل هنا باس. باس مكان ايه لو انا لابس قميص؟ يبقى مكان عروه الزرار صح؟ اهو اي حد لابس قميص عروه زرار هنا. فبالتالي سموها كولر ستود ابسس يعني خراج عروه الزرار. بيرابشر ويعمل تي بي ساينس وفيستولا وتدخل بقى على بطنك. صوره الدم وتيبركلين والاسبيريشن والبايوبسي بيوري لك شكل الزونز اللي قلتها والليفنشتاين ميديا وجينيا بيكس. انا يمكن بس عايز اقول حاجه جينيا بيكس دي ايه؟ بيكس كلام بيضاء ولا خنازير؟ خنازير ولا فران؟ فران؟ ما ده ليه قالوا بيكس؟ الفار دايما مميز بمناخيره. يعني اي فار تلاقي المناخير رفيعه كده والشنابين تحته. لكن الجينيا بيجز دي هي فيران بيضاء لكن مناخيرها هي مناخير البيج. يعني تلاقي الفار مناخيره مشطوفه كده لان برده الخنزير مميز جدا بمناخيره. فهي فيران بيضاء ده حقيقه بس شكلها البيجز يعني. انتي انتي تي بي دراجز. وطبعا انتي تي بي دراجز في البطنه عملوا لكم ابدكشن للمنهج. ها لا احنا عندنا بنعمل ابدكشن. احنا بنلم الموضوع. انتي تي بي دراجز انت بتدي ستريبتومايسين واعتقد ستريبتومايسين انجكشن يوم ورا يوم. ها يا جدع انت الله يكرمك في مكان الله يكرمك يا شيخ ضياء اتقي الله يا حاج ضياء. نقول يوم ورا يوم ان احنا ندي الانجكشن يوم ويوم لا. فاهم ولا لا؟ يس. يبقى الستريبتومايسين ثلاث شهور انت بتدي يوم ورا يوم ما اوكي. وبعد كده حضرتك بتدي بقى دوايين الريفامبيسين والاي ان اتش اللي قالوا لكم في البطنه ان بطلوا. كل ده كلام عشان ارمي لكلام اللي جاي. ما هو اللوكال تريتمنت يا جراح؟ انا مالي ومال الدوشه دي كلها؟ انا بتاع الكولد ابسس. انا بتاع هاو تو اسبيريت. وعشان تدخل تشفط الكولد ابسس في تكنيكس لازم تقولهم. التكنيكس ديت هنسمعها. كنت بدورك على جايزه بجد بس ما فيش فك خلاص. اللي هيسمعها هياخد احترامي يا ولاد. هيكسب احترامي والله. احترامي دي انت بتهزر؟ دي اهم من فلوس. لا اهو انت خدت احترامي. انت بتبيع علبه سجاير دي انت فاهم ولا لا؟ اولا عشان اشفط في قانون بيقول اي ابسس ماست بي دريند. لا ده قانون غير الفلكتويشن. اي ابسس ماست بي دريند يعني شق قد مشرط ونضف يا ولد. ما عدا 3 ابسسز ماست بي aspirated. A B C صح. برافو عليك. A amoebic B brain C cold abscess. انا دلوقتي عندي مين؟ عند الكولد. قال لك الكولد ابسس بعمله اسبيريشن. يا ريت لما تعمله اسبيريشن يو ماست انك تختار هيلثي سكن. يو ماست انك تختار هيلثي سكن يعني بالبلد يا اولاد. انا بكلم اخويا الصغير يا ابني لما تيجي تشفط الكولد ابسس دي ما تختارليش حته ملتهبه. الله ما انت لو اخترت الملتهب هيزود التهاب يا واد. ده في قانون يا واد روحوا اكتبوه في على الفيسبوك بتاعكم ده. يقول لك دونت ترابل ترابلز انتل ترابلز ترابلز يو. انتوا فاهمين ولا لا؟ الجمله دي لو حطيتها في حياتك مبدا هتلاقي نفسك فعلا في حاجات هي ترابل لوحدها فما تعملهاش انت بقى ترابل بدل ما هي اللي تعمل لك ترابلز. لكن انت امتى تعمل لها ترابلز؟ لو هي عملت لك ترابلز. صباح الفل. لا شاطر صح كده. شكلنا هنغير النهارده على الميرتي دي. طيب اند سو قال لك النهارده ما تدخلش على التهاب عشان ما تلهبوش. فبالتالي نمبر 1 ماست بي هيلث سكن. نمبر 2
must be complete aseptic. عارفين يعني aseptic؟ يعني ما يبقاش في source of infection. لان احنا بنلاقي حاجات غريبة عجيبة. هتشوفوا. في سنة الامتياز بنشوف العجب العجاب. تلاقي الواحد فتح السرنجة كده. والله ولد ما عرف ايه ده. اولا السرنجة اللي محطوطة في كيس دي معقمة ولا لا؟ باي. يوم فتحها وجايب قطنة كده. مسح السنة. ليه مش عارف. ليه عمل كده ما عرفش. هو كان زمان في الافلام كنا بنشوف اللقطة دي صعيبة. بس الكلام ده مش كده. هو ليه عمل كده. فتبدأ تنتقده بس مش اي حد ينتقد بيقبل النقد. فتداله بأدب. قول له هو حضرتك بتعقم القطنة. يمكن يخف. ده غير ناس تانية. ممكن تلاقي السرنجة منه وقعت ولا بتاع عادي يعني ايه المشكلة. بسم الله الله اكبر. انت فاهم ايه ده. ايه ده. ايه ده. ما هندفن. والنبي هو انت ما تقلق ما ماشي. هتترمي ببطنك انت حر. لكن حقنة هتحطها بني ادم. وهي معقمة. تقوم عليها. انا بشوف عجب. ده لقيت طالب مرة بيقول لي. يقول لي يا دكتور طب ايه المشكلة. هي مش السلايفة طهرة. تقول السلايفة طهرة. وانا بقول لك كلب تف عليها. ايه السلايفة طهرة. دي ايه موضوع سلايفة طهرة. يعني ايه علاقة سلايفة طهرة باني اتف على سرنجة بديها البني ادم. انا مش فاهم. سلايفة طهرة. قلت لها تف على وشك يعني طهرك. انت غريب اوي. فمين فضل حضرتك. must be aseptic. must be non-dependent. خدوا بالكم برضو من دي. non-dependent يعني ايه. يعني اي خراج لازم افتحه من الديبندنسي. من تحت. يعني عندك قدرة افتحها من تحت. لكن دي بالذات افتحه من فوق. يعني الدايرة دي اولاد افتحها منين؟ زي قدرة الفوق. ليه؟ لانك لو فتحتها من تحت الكيزياس هيتركل وينتشر. حضرتك كل يوم بشفر. must be wide bore needle. ابرة واسعة. ده بجيب جسس. ده بجيب كيزياس. الاحتمال الاخير. فالفلار مانر. لازم تبقى مايلة. عشان ما عملش فيستولا. مايلة يعني ايه؟ مايلة يعني حضرتك بتدخل في السكين في ليفل والليمف نوت في ليفل تاني. طبعا احنا ما بندخلش مايلين ولا حاجة. احنا مجرد بصوا ما نشد السكين كده. ادخل دايركت عليه. بعد ما شفط ارجع السكين مكانه. خلاص. اذا في بريكوشنز. الخمسة بريكوشنز دولت اللي سمعهم ليه خمسة جنيه ما نفك يعني. مين يقول الخمسة دول. قول يا دكتور. ثانية واحدة يا فندم. فضل. عباس واحد. هيلثي سكين. اثنين. بسرعة. كومبليت اسيبتك. ما حدش يكلمه لو سمحت. ده اثنين من خمسة. انا بحاول على دايما. وايت بور نيدل. على فكرة اي وقت ارفع ايدك انسحاب. مفيش اي مشكلة. نان ديبندنت اريا. نان ديبندنت. بس يا دكتور. لا انت اتغششت قلب الارمان. لا انا عايز حد يسمع من غير. بس ما حدش يغش. ها طبعا. طب ناخد بنت. لا هي الخمسة. طب قولي. بختار اول حاجه هيلثي سكين. ماست بي هيلثي سكين. كومبليت اسيبتيك كونديشن. كومبليت اسيبتيك. نون ديبندنت اريا. نون ديبندنت. وايت بور نيدل. وايت بور نيدل. فالفولار مكانين. فالفولار مانر. مانر. مانر سبيلنج بتاعها ايه. يا ساتر. والله العظيم يا اولاد بس بتلكوا ان العلم مش صعب زي ما انتوا بتقولوا. وبس بتلكوا ان الفلوس بتغير الناس. انت متخيل ده الواد حفظهم في لحظه. فلوس الفلوس يلا كابتن. فالفولار مكتوبه اكسلنت. ده ليك 5 جنيه عباس عشان انت صح. والدكتوره اسمها لي 5 جنيه. خلاص يا ستي بس افك واحد. اوكي طيب انا كراجل جراح راجل خلق ضيق قال لك يوم ما بتتضايق وبتتخنق اعمل اكسيشن شيل. لو دي بي ساينس. ساينس يعني مفتوحه. مش هروح انا البير قاعده شفطها. يبقى دريسنج. يبقى حضرتك بتجيب له الستريبتومايسين تقعد تحط له دريسنج كده. طبعا عشان افهم بقى الطالب. بصوا يا جماعه مش دايما يقول لك في اللغه كده ان التضاد يبرز المعنى ويخرجه. مش هو مش كده. مش كان ويوضحه. يخرجه ويوضحه. يوضحه لما يبرز. باللغه العربيه ده معروف. ها يبرزه مش يبرزه. اه يبرزه. اه يبرزه على الارض. فهنا بقى ايه. يلا نعمل ابراز للمعنى. انك تاخد التضاد. فعشان كده لما الطالب يجي يقرا لوكالايزد
نوتوكسيميا مش عارف ايه. يا ابن المعاني دي عاليه قوي، وعشان تفهم قيمتها لازم اختم واقول لحضرتك اصل السكندري تيبين ده نو كورتكس، ده مضله، ده نو كازيشن، ده نو ماتنج، ده نو بيريدانايتس، ده جنراليزد، ده معاه توكسيميا، ده بيبقى فيرم، ده علاجه بايوبسي، ده انتي تي بي دراجز، روح عالج الكوس. فهمت يا ولاد؟ عشان كده يقفل معايا التي بي، وكده ندخل على اخر محطه ان شاء الله هي الليمفوما هوجكن. طبعا الهوجكن الليمفوما هي اللي عليها العين، يعني الليمفوما بصوا طول عمرنا اقول لك الليمفوما ريتن ضعيفه، يوم ما يحب يخبطك يجيب لك الليمفوما هوجكن. انا برضو هقول لك هوجكن نون هوجكن، يعني هنمشي الاثنين سوا. اوكي هنمشي الاثنين، نلعب لعبه. جالكم نون هوجكن؟ يا سلام يا سلام. هنمشي الاثنين ايه جيم مع بعض كده، تعالوا نمشي الاثنين جيم. اه اوبا، ايه النون ها ايه الهوجيك النون هوجيك؟ بص يا اولاد، احنا قدام تيومر في الليمفاتيك، ودي جديده، يعني اي ورم في الدنيا لما بنيجي نشرحه بنقول ليمفاتيك سبريد. يا ترى لما الليمف يبقى هو في البرايمري ويروح للليمف الثاني يبقى ده ليمف سبريد ولا دايركت؟ مش معنى جديده دي شويه؟ ايه اللخبطه دي؟ قال لك اذا الليمف لما بيجي فيه مالجنت سيلز كبرايمريز ده ليه علاقه بنفسه خالص، مش علاقه حد. وهنا الليمف بقى حاجتين، ليمف نودز اسمه نودل، ليمف تيشو اسمه اكسترا نودل. وبقت اللعبه بتاعتي ما بين النودل والاكسترا نودل، نودل ليمف نود، اكسترا نودل ليمف تيشو. سهله؟ طيب لقينا ان الليمفوما هوجكن هي افضل من النون هوجكن في كل حاجه، في البروجنوزس وحاجات كتير انا هقولها دلوقتي. يا ريت بقى لما اسال حضراتكم، دي المايه المفتوحه بتاعتي اعتقد بتاعتي كنت فاكر، لما اجي اسال حضراتكم اي مقارنه ما بين الليمفوما الهوجكن والنون هوجكن دايما اعتبر ان الهوجكن افضل. ممكن؟ يلا نبدا. بسم الله، انا هرمي كلام كتير قوي دلوقتي، صحصحه مش قادر اعيد تاني. الله يكرمك والله بجد انا بقع خلاص. هو النودل لما يطلع فيه الكانسر افضل للعيان ولا اكسترا نودل؟ طب ممكن تديني مثل للاكسترا نودل؟ ليمفوما ثايرويد، جاستريك ليمفوما، انتستاينال ليمفوما، يعني عيان جايب اي او، يعني عيان جايب كانسر ثايرويد حاجه تاني خالص. تفتكر البرزنتيشن افضل ايرلي حتى برزنتيشن يبقى افضل مع النودل ولا الاكسترا؟ افضل مع النودل، انا موافق. اذا اول كومنت ان الهوجكن نودل اكتر من اكسترا. طب قلنا هوجكن اكسترا اكتر من نودل، هنثبت الكلام ده. بس ايه؟ اتنين، لو قلت لك واحده من الاثنين معاها باسوجنومونيك سيلز دايجنوستيك ريد ستور بيرك سيلز تبقى مين؟ الثانيه ملهاش. ثلاثه، مين تعمل بريشر ومين تعمل انفلتريشن؟ الاسهل مين؟ البريشر. يبقى لوجيك تعمل ايه؟ بريشر على نفسها وعلى اللي حواليها، وطالما بريشر على نفسها وعلى اللي حواليها الثانيه تعمل انفيجن لنفسها واللي حواليها. وطالما بتعمل انفيجن لنفسها على فكره يبقى بتبقى امالجاميتد، عشان كده الليمف نود مع النون هوجكن امالجاميتد، والليمف نود مع الهوجكن. انتوا بتقولوا السؤال ده جالكم السنه اللي فاتت ولا جيل الدفعه بتاعت السنه اللي فاتت؟ مش جراحه يا بنت الله يكرمك، ده انا اتخضيت. لا جراحه، جراحه ما مشيناش. يا دكتور ما ساعات استغربوا ازاي ما جاش الهوجكن في الاطفال يا ماما. طيب مش الامتحانات هتطلع؟ هنشوف. بس بامانه بامانه ده يبقى بيضرب وحش قوي، يعني نجيب نان هوجكن في شابتر ليمف، يعني عارفين لو جاب ليمفوما تبقى ارحم. جراحه. طيب هنشوف، ادي الامتحان بقى. البنات لسه ما جابوليش الامتحان، الولاد اوعدكم الملزمه جايه لكم يوم السبت الحد جاي، هتلاقوا نسخه من الملزمه، هتشوفوا مكتبه انتوا بتتعاملوا معاها. النسخه طبعا كابي لضياء هديه، طبعا لان انت اديتني الكابي بتاعتك، وهتحطها في مكتبه تصورها وتقول له النسخه دي الطلبه تصور لها. ده الولاد دي خلاص، ده شور ان شاء الله يبقى لو لينا عمري من حد اجيبها.
براحتكم انتوا بقى. لو من المعاني دي يبقى انا بقول الهوجيك النون هوجيك. يلا نقعد نلعب شويه. هبدا وهبدا وحضرتك اللي هتعمله دلوقتي. انا فاتح لك هوجيك بس انت بص عامل ازاي عشان اخلص. فاتح النون هوجيك في نفس الوقت يعني الورقه الثانيه دي تانيها كده كده هوجيك 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 نون هوجيك متفقين كانه جدول. عيشوا معايا كانه جدول. واحد ذا كومن ستايب هناك رير ربنا بيحبنا خلاص بقى. بس هناك انا كاتب رير ويوم ما بيحصل بيحصل اون توب اوف انذر باثولوجي. يجي الواحد عنده جوجرين سيستميك لوبس ايدز يعني اميونيتي ايه انا كده ماشي اهو جدول مقارنه. ارجع تاني حضرتك السايت بتبقى نودل هي الكومن بصوا لكن اكسترا نودل رير. هتيجي هناك هتلاقيني كاتب لك اكسترا نودل كومن ومديك امثله انتستاينال ليمفوما ولا والجاستريك ليمفوما والثايرويد ليمفوما. اقول لك على حاجه مش انا قايل امبارح ثايرويد ليمفوما كام في الميه؟ طب ايه رايك ان الثايرويد ليمفوما دي هي موست بروبابلي هي نوع من انواع النون هوجكن لانه ده اكسترا نودل. وافهموا يا اولاد حاجه لو كانسر ثايرويد بلاش يعني وات ايفر اي او جت بانتستاينال ليمفوما وانت شلتها خلاص خف لكن لما يطلع تيومر ده انت لسه مكمل راديو كيم انتوا فاهمين اسوء. النيكد اي بيكتشر قال لك دي بينكش هناك وايتش مش فارقه داز نوت انفلتريت يبقى هناك ايه انفلتريت. شفتي فيري ليت ان معاه سبلين وليفر اكسترا لكن هناك ايرلي. هنا حضرتك في ريد ستيرنبرج سيلز باسوب نمونيك سيلز لكن هناك يا دكتور ما تلعبش في شعر يا زميلك. الله ايه القلق ده عمال اقول ريد ستيرنبرج والجدع والتاني بيعمل لزميله كده يا عم خرباوي. حضرتك ريد ستيرنبرج سيلز لكن هناك مفيش باسوجنومونيك سيلز. قمت كاتب لك ايه مع النان هوجيكن ساركوما تاستيشو بتعمل كومبليت ديستراكشن للينف نود ما تشوفش منها حاجه. ارجع هنا هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن يعني ايه؟ قال له حضرتك العينه فيها ليمفوسايت معايا. لو الليمفوسايت دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ طيب جبت انا اخونا عباس قلت له عباس في خناقه في الشارع بص بعينك يا ترى البلطجيه ولا الضباط مين اكتر؟ طبعا عباس قال لي دول هم دول. يا عباس الله يكرمك احنا بنتكلم في مثل بلطجيه وضباط. تفتكر الخناقه تحت المفترض ان الضباط هما الليمفوسايت الكويسه في العينه. بص على العينه ايه الاخبار؟ قال له دكتور الحمد لله العساكر انا اخترت مثل زباله بصراحه. بس ده اللي بعد مثل يعني. المهم قال له باشا الضباط والعساكر مسيطرين على المنطقه يبقى الحمد لله الدنيا كويسه وفوتوا لي المثل. قلت له اتس ليمفوسيتك بريدوميننت تايب يعني العينه طالما فيها ليمفوسايتس كتيره يبقى دي عينه نتيجتها ايه؟ كويسه. بص تاني قال لي حضرتك انا ما لقيتش ولا ضابط ولا عسكري بلطجيه ماليه الشارع. قلت له يبقى دي اسمها ليمفوسيتك ديبليتد تايب يبقى دي اربعه. قال لي حضرتك انا لقيت عينه فيها ضباط. قلت له جود بروجنوزس. قال لي لا ما هو في حضرتك معلومه ما قلتهاش. قلت له ايه؟ قال لي دي نودلر سكليروز. قلت له يعني ايه؟ يعني حضرتك الضباط اللي موجودين في الشارع كلهم متكتفين. قلت له طب يعني تبقى دي بجود ولا بجود؟ مش عارف. ما انا لو قلت انها بور لا في اسوأ منهم ان ما في ضباط. لو قلت جود لا الضباط متكتفين يبقى بالتالي هتاخد درجه ما بينهم خصوصا حاجه ما ممكن دلوقتي هم متكتفين ممكن يكون معنا مثلا واحد بس بيفك قيوده صح ولا انا غلطان؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد بيروح بيفك قيوده. لو فك قيوده يمكن المعركه تختلف. يبقى انا بقول نودلر سكليروز. جه اخونا عباس قال له دكتور ده العينه الله اكبر فيها اماكن مليانه ضباط واماكن مش مليانه ضباط واماكن متكتفين. قلت له يبقى ده ميكسد سيلولاريتي. عشان كده يا اولاد هي التقسيمات دي كلها سقطت على معنى الليمفوسايت ونسبتها في العينه وهل الليمفوسايت موجوده وحاليا فايبروزس اور نوت. الناحيه الثانيه
كاتب لكم انواع الليمفوسايت التي والبي والهيستوسايت. الكلينيكال بيكتشر وما زلت عند نفس المعنى ده افضل. يلا قول حضرتك نودل وان جروب زين بكام جنرالايز. لا انا اقولها تستنوا سنة. تفتكر واحد منهم الاثنين جنرالايز ده بس واحد منهم بيظهر لور ديب سيرفايكال زين بكام جنرالايز، واحد تاني بيطلع سيرفايكال ابر او لور زين بكام جنرالايز، مين افضل؟ اللي يظهر لور فقط. عارف ليه؟ اقول لك ليه. انا لو جيت عشان بس امثلها لك، لو جيت دلوقتي قلت لكم ايه، انا جايب لكم عيان عنده ابر ديب سيرفايكال لينف نود من اول لينف نود من اول دي انا عن من اول ايه اوكي الليمفاتكس دي جنرالايز بس ما بتظهرش مره واحده. وعشان اغير يعني، عارفين مين الليمفاتكس اللي تظهر مره واحده اللي خدتوها في البطن؟ اللوكيميا، انفكتشوس مونونوكليوزس، سكندري سيفلس، الايدز، كل دول جنرالايزد ليمفادينوباسي جنرالايزد فروم ذا ستارت. شايف المعنى ده مهم؟ لكن انا دي مش جنرال جروب، دي كانت جروب زين جروب زين جروب. فجت الهوجيكن قالت لك انا لوور ديب زين بيكام جنرالايزد. جت الليمفوما النون هوجيكن قالت لك انا سيرفايكال ابر او لوور زين بيكام جنرالايزد. انا بقى عايز اقنعك ان اللور كانت احلى باعتبار ان انا بقارن. ليه بقى؟ لو جبت لك عيان وقلت لك اسمع يا دكتور ده عنده ابر ديب سيرفايكال ليمف نودز زين بيكام جنرالايزد، الدكتور هتقول غالبا تي بي. ما هو تي بي في منه جنرالايزد، في جنرالايزد انت غالبا تي بي، يمكن تي بي زميلها استني او نون هوجيك. قلت له صح يا اولاد، انا جايب لكم عيان عنده لور ديب سيرفايكال ليمف نود زين بيكام جنرالايزد هوجيك زميلها او نون هوجيكن. يخرب بيت النون هوجيكن اللي داخل معايا في كل حاجه، يبقى هو الاسوأ. انا عايز اديك المعنى ده لعلمك. انت لو فاهم المحاضره دي انت يا سوري، لو جت نون هوجيكن السنه دي ومش مذاكرها هتكتب الله، بقول لك ده حلو ده وحش، ده ليمفوسايت عمال العب لك بلعبه. لما اجي اكمل بقى الاكسترا نودل، اكسترا نودل مانيفيستيشن، الليمف نودز هنا ديسكريت. لا استنى ما قلتش دي، انا اسف، دي فير دي ديسكريت، لكن هناك Amalgamated. وطبعا السؤال كان المشهور ايام البطنه، يقول لك ايه الفرق بين ماتت وامالجاميتد؟ لا غلط، تخيل غلط، لقيته دي غلط، ده اللي زي اللي بانه هي الامالجاميت، ده انا احنا امالجاميشن يعني عجني، يعني خد اللي بانه ديت اعمل لها امالجاميشن. جهاز الاسنان عند اسمه امالجاميتور اللي هو بيعجن ده العجينه قبل ما يحشي يعني. امال جاميشن؟ لا ده اللي بقى انا هي الامال جاميشن. ماتت اعرف زي ما اقدرش صح. ماتت فيوزد بس كان في باوند، امال جاميتد فيوزد بس نوت او كانوت بي كاونتد. نرجع بقى اكسترا نودل، قال لك الاثنين معاهم نايت فيفر ولوس اوف ويت، بس حضرتك معانا بيل ايبشتاين فيفر. بالبشتاين فيفر ده حمى اسبوعين وتروح اسبوعين يا اولاد. حضرتك الالكحول دي مهمه قوي قوي قوي، دي مع الهوتشكين. كلام في الهوتشكين يعلى انه يجيب لكم نون هوتشكين، انا اموت واشوف الامتحان ده. ده اكيد الامتحان ده مليان، انا معلش انا بلدي، انا واد بلدي يعني خوازيق، ما احملهاش غير امتحان فيه نون هوتشكين. لا ده امتحان مش دي وبس، ده مليان بلاوي. نشوف الالكحول، قال لك الالكحول بيزود البينات سايتوفوجيكال. يعني ايه؟ يعني يقول لك انا اشرب الخمور احس ان الوجع جاي هنا في رقبتي وتحت بطاتي وخن وركاتي، دي حلاوتك دي حلوياتي. طبعا تعرف الكحول العينين، طبعا عندنا مش هتقول لك الكحول يعني. انا شربت يا دكتور ميه الليفت، لقيت حضرتك ده قام عليا وده قام عليا وده قام عليا. طب تقول لها هات ميه الليفت دي نحللها، انت فاهم ولا لا؟ الالكحول هناك مفيش دي غيره. حضرتك الليمف نود عامله بريشر هناك انفلتريشن، بس خد بالك ده انا عندي ليمف نود كبيره اسمها السبلين، صح ولا لا؟ ليمف نود كبيره اسمها سبلين. مين يقدر يقول لي مين الليمفاتيك درينج اوف سبلين؟ ها يا عباس، الليمفاتيك درينج اوف سبلين اسمه ايه؟ ها
هو نفس الانفنود. اكسلنت، برافو برافو. هو نفس الانفنود. الاسبلين ملوش الانفنود لان مفيش حاجه اسمها الانفنود. ليها ايه؟ الليمفاتيك درينج يا عم، ما هي نفسها الليمفاتيك. اند سو حضرتك في سبلين وميجالي، لان دي الانفنود ماشي يا مرحبا. حضرتك هيباتو ميجالي، لان ممكن الانفنود بروتاهيباتس تعمل جونز اسايتس لو كان في ليفر امبيرد مع الليمفاتيكس اللي في البروتاهيباتس. في فينا كيف اوبستراكشن او بريشر يوريتريك انفلونت ضغط شيست، يمكن انترنال ميمري انفلونت ضغط عامله ميدياستاينال سيندروم. فالبريشر سيمتومز يا اولاد انا ماشي سيستم سيستم. ان اربر ستيج، وده كان بيجي سؤال لوحده على فكره. خد بالك من اول اكسترا نودل، بالمناسبه من اول كلمه اكسترا نودل انا طبقت الاثنين سوا. يعني هتلاقي الشابتر دلوقتي ماشي واحد، انتم فاتحين مقارنه يعني. ليه؟ لا ما لهوش سبب على فكره، ما لهوش سبب والله. ولو حد يعرف سبب سمعوا بطنه ولا حاجه يقوله لي، ما اعرفش. اللي هو الكحول بيزود البي، ما اعرفش حقيقي. انا مره سالت دكتور قلت له في لوس اوف ويت بروريتس انيميا، البروريتس ليه؟ والله والله ولا دكتور انا في رساله الله من الاسامي الكبيره يعني، الله يمسيه بالخير يعني اساتذتنا. فقلت له ليه في برورايت زي كده في محاضره؟ قلت له ليه برورايتس؟ قال لي انون. اصل البرورايتس دي لازم اعرف سببها، لان البرورايتس مع الاوبستراكتيف جوندس معروفه قوي اللي هي بايت سولتس عاليه. ليه بيقول لي انه طب الكحول؟ عارفه بقى احنا بنخرج باجاباتنا ازاي؟ كلمه واحده ستاتستيكا، حاجه من اتنين يا فاهماها فتعرف ان دي احصائيات، لوها بتطلع مع الاحصائيات ان الكحول بيع، يا اما مش فاهمه ستاتستيكا فتكسف وتقول لي مظبوط. فهي الكحول ليه؟ عشان ستاتستيكا. لكن انا امين، انا ما اعرفش الحقيقه ليه بيحصل، واعتقد يعني الدروس دي كلها ودورت على سبب مش لاقي عشان حرام. يا ابا يا انا ما بتريقش يا عم. طب بعد اذنك روح لدكتور زكي الناجي قول له سؤال حضرتك. حد عالمي يا عم ايا كان، روح اسال لي سؤال واحد فقط. النون هوجيك الليمفوما ليه الكحول ما بيزودش البي؟ النون هوجيك، النون هوجيك الكحول ملهاش علاقه بالليمف نودز. حد يفسرها لي. لا ما احنا قلنا ما اتفقنا مع الدكتور ان ما نهزرش، انا بتكلم بجد. الهوجيك حرام، الكحول حرام، فبتزود لنا البين اتسايت اوف هوجيك. طب هذه الحرمانيه اللي فيها ما اتطبقتش ليه مريض النون هوجكن؟ مجرد سؤال، انا مش ضد المعلومه. مش ممكن تكون مثلا اللي قلب والله يا فندم انا اعتدت في حياتي ان انا ما افتيش، فمش معنى انك بتفتي انت اجتهادك، بس انت اجتهدي طالبه. لكن انا ما اقدرش اقول لطالب فازو دايلاتيشن يضغط على النيرف، لكن هناك لا، هناك بقى ما لا ده كلام انا علميا ما قريتهوش وما اقدرش اقول، فبالتالي اقف عنه. يعني في امور مش شرط يكون ليها التفسير ان لازم يكون منطق ديني وراه، خدوا بالكم يا اولاد. يعني مش شرط الكحول حرام فبتعمل الوجع، ما هياش دي. ما هي الكحول حرام، الكحول الحرام اللي انتم ما تعرفوهوش انها بتزود الكولاترال سيركيليشن وبتمبروف الاسكيميا. مش معنى كده بقول اشربها، لكن انا معنى كده بقول ان الكحول كالكحول انا بستخدمها. الكحول الحرام احنا بنستخدمها في بير كيتينيوس انجكشن اوف تيومرز، زي الكحول زي الكانسر ليفر. انا بجيب الكحولات بنحقنها فيه. الكحول في السيمباسيكتومي انا انت متحمس ليه؟ لان انا عيادت فيها الكحول. يا نهار اسود، بستخدمه انتيسيبتيك، بغسل بيه ايدي بعد ما بغير على العيانين. انا بكحول، امال بغير بايدي بمين؟ اصل الكحول اللي في دماغكم غير الكحول اللي انا اقصده. ده شويه الكحول اللي بيغسلوا ايدينا دول هم دولت الكحول. بس طبعا هنا الهوجكن الكحول المكتوبه دي هي المقصود بيها، هي اكل شرب الكحول.
اكمل الابدو اسبلينو ما يقولنا ده كله انا فين تشيستو الستيج ان اربر ان اربر ستيج اعمل ايه بقى الان اربر ده هقوم جايب اربع صور باربع عيانين واسال حضرتك ستيج 1 قال لك ده عنده 1 جروب اوف ليمف نود يا دكتور الليمفوما هوتشكن نون هوتشكن جنرالايز يا دكتور عيب تقول لوكالايزد يا دكتور ما هي فندم جنرالايزد بتبدا لوكالايزد زي بكام جنرالايزد واتفقنا على الكلام ده طب مفرد دخل عليك وهو لسه لوكالايزد يبقى ساعتها هو ستيل لوكالايزد وهو ستيل لوكالايزد يبقى اقول عليه ستيج 1 ليمفوما سواء هوتشكن او نون طب افرض مور ذان 1 جروب يبقى جنرالايزد بس في شرط ان الاثنين اتسيم لاين اتسيم ليفل اوف دايفرام يا فوق يا تحت يعني سيرفايكال اكزيلا ده معاه بار اورتيك انجواين طب ثلاثه خلاص بقى فوق وتحت يبقى دي 1 2 3 طب اربعه قال لك اكسترا نودا هنا بقى بص ما بقاش بقى في لغه الميتاستاسيس والبتاع قال لك بس في نقطه افرض واحد ستيج واحد يعني ولا بنود ولا اثنين ومعاه سبلين يبقى اكسترا نودا قال لك لا السبلين بنستثني وساعتها اقول ستيج 1 اي قول ايه 1 اي لو واحد قلت له انا عندي الليمفوما 1 اي او 2 اي قال يبقى جروب واحد 1 جروب اوف ليمف نود ومع سبلين طيب افرض معاه ال سيستميك مانيفيستاشن معاه بريزنت A و B بس خد بالك ان B present خليكوا فاكرين دي B present ها لو معاه ال systemic manifestation يبقى B ولو absent A عشان ما نتلخبطش يبقى لو انا stage 2 A تقولوها ازاي دي بقى ونو برافو افتكروا ايه absent تعرفين دي ليه ايه absent be present لان بامانه لو انا بكتبها الطبيعي ان انا اقول ايه موجود بي لا ده الطبيعي على فكره يعني الايه هو موجود البي هو ولا لا هي معكوسه مش عارف ليه فمشيناها absent present ها اوكي جيت طالب قال لي الانفستيجيشن وخد بالك انا ماشي في الاثنين دلوقتي الانفستيجيشن صوره الدم والليفر فانكشن وبون مارو وشست اكس راي وسي تي وبايوبسي الليمف نود لحد ما وصلنا لحاجه اسمها ستيجنج لابوراتوري وستيجنج لابوراتوري نوت دان ستيجنج لابوراتوري نوت دان سبلينكتو ايه بعمل ايه يعني وليه نوت دان عارفين زمان كانوا بيعملوا ايه يا نهار ابيض الجراحه اوبن اند سي عارفين الكلام ده طبعا عندنا الجراحه ايه اوبن اند سي امال البطنه لا ويت اند سي البطنة ويت اند سي والبطنة حبالها طويلة شوية يعني ويت اند سي طب والسكين سي اند سي سي اند سي سي ولما تكتب التريتمنت سي عشان تشوف النتائج بتاعتك ده بجد يا جماعة طب النساء ما خلصوش نساء لسه النساء D and C. هي بتتقال كده يا حبيبي. طيب. اوكي. حضرتك العيانين بتوعنا كراجل جراح open and C كانوا زمان بيعملوا ايه؟ شاكين ان الواد عنده ليمفوما. يقوموا نايمينه وفاتحين بطنه وشايلين الطحال ورايحين للرايت لوب ليفر واخدين بايوبسي. وليفت لوب ليفر بايوبسي. ورايحين لكل ليمف نود بايوبسي وكل ليمف نود ياخدوا منها بايوبسي يحطوا ميتا كليبس ويقفلوا بطن العيان بس قبل ما يقفلوا بطن العيان ياخدوا ليها كريست بايوبسي كده المعظم يعني روقوا العيان بقى يقفلوا بطنه كده بسوسته كده ويسيبوه ويطلع النتائج كلها نيجاتيف يقولوا الحمد لله رحمناك من مرض خطير كان هيجيلك ده بعد ما روقنا بطنه ده كله ولو طلع بوزيتيف فيروحوا للميتا كليبس يدوا لها فيرزر تريتمنت الكلام ده اوبسليت واللي يقوله يبقى بيقول جريمه عشان كده not done و now with modern surgery
احنا ما بنعملش كده. انت عايز نعرف الطحال افكتد اور نوت بنشيل الطحال. عشان كده اولاد لما بتيجوا تكتبوا او في الاورال، في الاورال بالذات يقول لك ده اعمل اورال ستيجنج لابوراتوري، بتلاقي الراجل ايه ستيجنج لابوراتوري، انت لسه بتقول ستيجنج لابوراتوري، عيل زيك لسه يقول ستيجنج لابوراتوري. طب ما قلتهاش، وايه تاني يا ابني؟ احرقه هقول. عشان كده اقول له ستيجنج لابوراتوري، وقبل ما تكمل شرح اقول له نوت دان. انا عن نفسي اقسم بالله اقولها كده حضرتك، نوت دان ستيجنج لابوراتوري. انت فاهم ولا لا؟ ده انا الحقك قبل ما اقول. اقول ولا كمل؟ كمل. حاضر. النهارده بناخد العينين بتوعنا ومع الاكيوريسي ريت طبعا للسي تي والسونار. العلاج في الاخر انا بلم حالاتي ستيج 1، ستيج 1 اي اور بي، انا بدي العين ريديو الون، ستيج 2 بي، ستيج 3 اند 4، بدي ريديو كيمو، ريديو كيمو. هي الفكره في عدد جلساتنا، يا بتدي 6 جلسات 3 و4 بندي 12 جلسه، وحضرتك بتيجي تدي كيماوي. الكيمو اسمه ايه؟ اسمه ماب. الكيماو اسمه ايه؟ ماب. والماب هو ماستين، اونكوفين، بريكاربازين، بريدنيزون. وخد بالك هو اختصاره ماب، لان بيني وبينك عشان اروح اقول للعيان ايه، انا هدي حضرتك ماستين، اونكوفين، بريكاربازين، بريدنيزون، او تخيل اقول لزميلي والنبي نوّلني بس من عندك الماستين والانكوفين فوق ايه والبريك وتحتيه والبتاع ايه، ايه تضييع الوقت ده يا راجل؟ ده انا بال ما اقول للعيان هديك ماستين، انكوفين، بريكاربازين، بريدنيزون كان حضرتك ستيج 3 ب 4. انت فاهم ولا لا؟ طبعا مع الكلام ده كله بنقول البروجنوزس مع الهوجيكن افضل والنون هوجيكن اقل. وجيت في سؤال واحد بس، قال لك ايه دور الجراحه في الموال ده؟ انا جراح يا جماعة، أنا بدرس موضوع جراحة وفي الآخر براجل، أنا راجل بتاع مشرط، أنا راجل شغلتي مشرط، مشرط كده. أنت فاهم ولا لأ؟ أقوم أشرح موضوع آخره ريديو كيمو؟ قال لك ما هو في دور للجراحة، إيه دورنا؟ قال لك لو هايبر سبلينيزم شيله، لو ليه يوريتر مضغوطة بليمف نود شيلها. إحنا البنات الصغيرة بنجيب لها كده الأوفري ولا ريتيرس كده عشان ياخد الراديو، ده دور الجراحة. أنا مرة رحت رئيس قسم عندنا كنت بتدلع عليه شوية كده بكلام يعني. فبقول له سعادة الباشا لينفوما وهودجي كرون، ما تشيلوا الكلام الفارغ ده، ولا عاد تاخد بطنة معانا في نفس السنة. ياخدوا بطنة وخلاص. إيه لازمته جراحة؟ أنا شايف الموضوع ده ملوش قيمة. قال لي أقول لك إيه لازمته يا ابني؟ طبعًا مش ابني يعني، يلا. أقول لك يا ابني إيه لازمته؟ قلت له إيه لازمته؟ قال لي لازمته إنك ممكن تعمل عملية سبلينكتومي ب 10,000 جنيه. قلت له ده النظر المتوقع يا باشا. ده النظر المتوقع. ده انا كل حالات الليمفوما لازم تدخلني الاول. انا حبيت الليمفوما يا جدعان، بقت كل الليمفوما تقابلني عايز اعرف عنده سبلين ولا لا عشان اشيله له وانقذه من المرض. انتوا فاهمين ولا لا؟ طبعا في حاجه في الاخر خالص موجوده عندكم اسمها البيركت ليمفوما، ما اعرفش عندكم خلفيه بيها ولا لا. هي موجوده اهي بيركت بطنه، والله الكلام ده قوي. ملاريا؟ مين يقولها جدع؟ يريح بطني. إبشتاينبر فيروس وملاريا ونويسترنك أفريكا. جايب لكم وقت شاب أو عيل في تحت العشرينات وبيشتكي بجوس ويلينج، ولو بنتي جيلة مش عارفة مس في الأوفري، وفي الآخر كيمو ريديو. يعني دي بتيجي MCQ. محاضرتنا خلصت وكل سنة طيبين، نشوفكم الأسبوع القادم.